طيب هالطيب. صباح الخير للرقية. ولي شتك طخيتي جمع راسك، فين هي الابتسامة؟ الابتسامة لله هانا. الله يرحمك على الرقية، كنت كنعول عليك في كل شيء، عمرك ما خليتيني نحط يدي في المبادئ. حصول ما كيعرف قيمة المرأة حتى كيفقدها بلاد. الله يرحمك ويوسع عليك. هو داك المحنجر غير كنقرقب الصينية كيقرقب هو الساروت في البيت. سبحان الله العظيم. صباح النور. صباح الخير بنتي. الله يرضى على بنتي. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. صباح الخير سيدي العزيز. سبحان الله يا اخي، سبحان الله العظيم. انت عندك واحد الحاسه ديال الشم خطيره جدا، غير كنحط الفطور كتبعت تقول امك ضربك المغرفه. انا كيجيب لي الله بحالك تكون غير مورا الباب مخبي. انا سبحان الله العظيم عمي راني ولفت الفطور ديالك. لا علي يا كسعيده، كيجيني الفطور هنايا صحي ولذيذ وداك الشيء. يا سلام. خذ كل كل ولدي بصحتك. كل مرحبا بك. كيفاش كل بابا انت ما غتفطرش معاه؟ لا لا بنيتي انا تفطروا نتوما على خاطركم وتمشيو لخدمتكم، عاد غادي نفطر انا ان شاء الله. يلا دير معنا هاد الكويس ديالاتي. يلا ما كاين مشكل. يا سلام شوفي الفطور كي داير، شوف شوفي الكونفيتير كي داير. معلك معلك. والله بابا شوف شنقول لك، الا فطورك شو كيبان انت متول ومقاد ونقول غير الشف طيب والسلام. واش غادي نقول لك بنتي؟ راه الممارسه عرفتي راه 30 هذه باش مات مامك، وانا معول على راسي بسيف ما نتعلم. الله يرحمها ويجدد عليها الرحمات. الله يرحمها ويجدد عليها الرحمات. وكان بابا غير سمح لي بزاف، انا عارفه راسي مقصره معك، انا اللي خاصني نجي ونوجد الفطور ونتول هادشي كامل، ولكن سعدون ما كيفيقش بكري عليها، كنبقاو معطلين وبحر بحر كنوصلوا هنايا. يا سلام الشامي الطيب. انا واخا كنفيق بكري كيعجبني نفطر، وانا كل صباح كنقول على سعاده كنحمد الله ونشكر اللي ساكنين حداك هكا قرب، داكشي يدو في الدخول. يحمد الله وجد من الحمد. انت راه هي حدا الدار كتجي كتلقى الفطور موجود كلشي، ما خاسر لا فرانك لا جوج. الله يعطيك الصحه. كل كل اولدي دك دك اولدي دك. تعصبش الحبيب ديالي. لا لا ما كاين مشكله بنتي، بصحتكم وراحتكم اللي تيهمني هو راحتكم. مبارك سعدون. عمي طيب راه مع الوحده ان شاء الله غادي ندوزو نونسوك في الغدا. لا لا شوف اولدي ما تشقيش راسك، انا اليوم غادي نتغدى برا. ويلي بابا على تغدى برا، الماكله الزناقي راه خايبه وعامره بالميكروبات، ما عندك ما دير بها ياك. إيه عندك الماكله ديال الزنقه؟ اوه. انا الا بغيتي ندوزو مع الوحده هكاك نمشيو نونسوك، كنعرف شي محلات مزيانين ياك سعيد. إيه؟ شوف اولدي ما تونسني ما نونسك، انا كنعرف المحلات المزيانين ما نحتاجش كي توصلني. صافي يلا الله يجمع الوقفه وندوزو نشوفوك في الليل. لا بنيتي ما تحتاجيش، انا شوفي تمتعوا شوفوني شتو. زيدوا شوفوا زيدوا زيدوكم جغيمة ديال الشوفان. ها يلا جمعوا الوقفه زيدوكم شي شويفه. ها واخا صافي شفتو. يلا فرغ عليك. إيه. تبقى على خاطرك. يلا الله يرضى على بنتي. ويلا نيت راه لي باسيون ديالك يتسناو. فين اخويا كيتسناو لي باسيون؟ تيتسناو في الفارماسي نعطيهم الدواء. علاش الوجه اللي كيحشم ما عندك شو وقف؟ ايوا المهم يلا الله يعاونك. سلام. يلا بابا بسلامة عليك. سلامة بنتي. زيد قدامي. يا لالا رقياش دارك؟ عييت فيك تنقول لك هذا المحنجر ما يصلحش، وانت كتقول لي لا خليهم يتزوجوا راه كيبغي بعضياتهم. ايوا شنو دابا انا نبقى خدام عليهم هما يمشيو يخدموا انا نطيب ونوكلهم ونجيك من الاخر؟ انا راني عييت عييت والليل طوال عليا وما بقيت عارف ما ندير. ما كاين باس السي الطيب، راه غير بنيه وحده اللي عندك، حنا الا ما صليتي فيها انت شكون غادي يطلع فيها؟ لا صافي هانت عليك العشره ليك من بغيتي ديرها. الله يهديك الحاجه. الله يهديك. واش انا باقي قد زواج؟ راجل في السن ديالي عاد غادي يبدا حياه اخرى وغادي يشوف مرا اخرى؟ لا 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 هذه هي اللي ما يمكنليش نديرها، يستحيل. وبسيف راه انت اللي قابلتي الكلاس والماكله والنعاس ومقابلي داك حميد اللوكس، فين هي هذيك الرياضه اللي كنتي مولوع بها؟ سير خذ الصبادري ديالك ولبس الكيطما وخرج تريني مع راسك وخرج هذاك الشيء كاع الخايب. الله يلا فكره عندك العقل الرقيه. صح خصني نتحرك ونعمر شوية الوقت ديالي بالرياضة. أنا كنوعدك من اليوم ما كاين غير الجري والسبور واللي ليها ليها.
يمكن غادي يكون باك تخدع علينا. احلى بابا في العالم. اهلا بنتي العزيزه، اهلا مرحبا. صافي الله يرضى على ولدك. جلس. مرحبا بسهري العزيز. مرحبا مرحبا. اهلا وسهلا. نهار كبير هذا نسيبي العزيز. شكرا. لقيتوني يلاه كملت الغداء ديالي. سهل الحبيب ديالي بالصحه والراحه. شكرا بنتي شكرا. رمي شنو هذا؟ هذا الخيار، هذه مطيش، هذا واحد الستيكه يلاه صالتها. انا داخله بنيتي في واحد الرجيم قاسي، كيديروا غير الرياضيين الكبار بحالي. ايه بابا، ولكن حنا ولفنا بنيتي ما كاين لا ولكن. الغداء الطبيعي المتوازن هو هذا. هو هذا، شنو نقولوا حنا؟ ولكن ضروري الانسان خصو يقعد قلب واخا يشك في تام صهيده بحال هكا، وشي شويه دجاج شويه ديال اللحمه كيكون مبخر سمعتي. يا وليدي راه المارشي فيه هادشي ديال تقعد القلب، كاين الكفته وكاين الدجاج وكاين حتى الحوت. سير اوليدي تقدا وسير دير لمراتك طيب لك في دارك، عطيتك بنتي ونزيد نوكلك. انا نخليكم هاد الساعه ملي تخرجوا سدوا معكم الباب. وبلاتي بعدا غير شلل فمك وغسل يدك. غادي نغسل يديا ونشلل فمي في الروبيني ديال الزنقه في السقايه. قولي با الروبيني ديال الزنقه واش بغيتي تحمقني؟ ايه حيت بنيتي الما ولا كيجيني غالي. الله يرضي على ولدي. بدا دوش في دارك على فكره، الما ولا كيجيني غالي. السلام عليكم. شوف لا تعولوش عليا في العشاء، انا ما غاديش نتعشى هنا. الله يرضي عليكم، انا غادي نمشي لواحد الصدقه ديال واحد السيد. ايوا هي هذيك، نمشي ندو معاك الاجرني. لا لا لا، ما عندك ما تدي الاجر، راه مات ليه راجل بنته. الله يحفظها ودي وجهها. على علمتك والسلام. ما مزيان لك شي هدف. وهذا الله يعينكم. سلامة سلامة بنتي. تهلاو. يلا باي باي. الو سي عبد السلام، والله يهديك، راني تكلمت معاك. السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت لك شوف الدار راه لوكس والثمن لوكس، والله ما تجبر هذا الثمن لوكس اللي عند حميد اللوكس. واسيدي الله يهديك. شوف صافي. ايوا سيدي الله يكمل بخير، الله يجعل كل شيء مبارك مسعود، الله يجعلها تبات رزق ان شاء الله. سلامة سلامة سلامة. تبارك الله على سيدي حميد اللوكس، كل شيء تبارك الله عندك لوكس. سبحان الله. عرفتي انت قدام قدام الربح، فين ما كتجي عندي المحل كيجيب الله شي هميزه، شي بيعه وشريه، ما كاين غير اللوكس في اللوكس. ياك بعدا ايوا قول لي، وانت وجد لي شي بريده تيب عقلو مع الجريده ديالي باش نعرف شنو واقع في الدنيا. اسيدي ما طلبتي غير الموجود. هانا ها البريده تاعي مسحر سخون ياك، وها الجريده العام اسيدي. ها هي قدام ان شاء الله، ملي نعيا ونهريد الناب راه ما عندك. يكون خير ان شاء الله. هانا ها هو. سمع لي شوف هانا. سيدي شكرا. بسم الله. شكرا. ويزتي لوكس وبالنعناع واللويزه بيو لوكس. اي الله يعطيك الصحه. سي طيب، عرفتي ولا قلت لك شحال هادي؟ شتي انت شنو خاصك؟ انت خاصك شي مرا. اي خاصك تزوج، راه هادشي اللي خاصك. خاصك شي مرا باش ترجع لك شبابك وتولي شباب بحالي. شباب بحالك انت؟ مزيان الله يسقر. انت دابا كتحس براسك شباب حيت انت مزوج، انت بعدا تزوجي باش تولي شباب. الله يهديك. شوف نهار اللي بغيت نتزوج حتى شي واحد ما غادي يمنعني. انت غير حل فمك، غير قول لي خاصك مرا وانا ندبر لك على شي مرا اللوكس دو اللوكس. هكاك دابا انت وليتي اسم صالح حتى في العيالات. سير الله يهديك. ونهار بغيت نتزوج انا راه غندبر ليا وندبر المية منك. يلا بطر وتوكل على الله، وشوف لك شي بنت الناس، شي عروسه اللي ترجع لك شبابك. رجع لي الشباب، انا اللي غادي نرجع لي الشباب. انت راه ما تصيح خبار. يطول ويوريك. الله ينك سلام. ها الشباب. ها الله ينك الله ينك. ما عاود تبارك الله عليك. اسيدي بالصحة والراحة. المهم انا شوف، المهم انا ملي غادي نبغي نتزوج انا غادي نخبرك. السلام عليكم. الله يعاون. السلام السلام. الو الو الو، العجب هذا. بصح لالا العجب، كاين شي ناس باسلين كيبغيو يديرونجيو الناس بالتليفون. انا ملي كنكون كنطيب كنطفي التليفون. دابا راه عاد لقيتيني درت واحد الدوره كبيره في المدينه من الراس حتى للراس، دوره كبيره بزاف. دور
الدره كبيره. ايه كبيره، من الشمال الشرقي حتى الجنوب الغربي، ومن الغرب الشمالي حتى الجنوب الشرقي، ومن الشرق الغربي حتى الجنوب الشمالي. هادشي اللي علمونا في المدرسه. ضحكتيني. علاش ضحكتك ياك؟ ما حقرتيني ولا؟ لا لا لا، حيت كتقول لي درتي دوره كبيره، كتقول لك كتعاودها، كيجيب لي راسي بحال كتعيط عليا، حيت انا سميتي الكبيره. اه انت سميتك الكبيره، متشرفين الكبيره. مرحبا، راكي كبيره تبارك الله. غزاله غزاله غزاله. دمك خفيف اسي. طيب سميتي الطيب حليلو. طيب ايش؟ الطيب حليلو. اسم على مسمى، راك حليلو مع راسي. شكرا لله. انا كنت موظف في المعمل ديال الوقيد، خديت تقاعد، كنت كوطابل، كنت انا اللي مكلب الحسابات، انما نقول لك البق ما يزهق. تبارك الله. البق ما يزهق. تبارك الله عليك يا لاله الكبيره، كبيره تبارك الله. غزاله غزاله غزاله. الو الو الو، وشوف هاد الناس هادو واش كيديروا؟ كما عندهم ما يدار، كيبرزطوا في عباد الله. الله يهديهم، الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق. خليتك على خير هاد الساعة. السي طيب حليلو. شكرا. قول لي يا لالة، أنت مرة مرة كتجي تريضي هنا، كتريني كتريني. ها تبارك الله تبارك الله. حليلو حليلو، قولي لي يا حليلو. أنا بعدا ما بقيت فاهم والو. دخلت للكوزينه لقيتها كتصفر، حليت الثلاجه لقيتها كتخضر، واه مدبوزه كلها بالخضره. دابا انت عاجبك تفقصني؟ حتى انا ما عجبنيش هذا الشيء، ما عرفتوش كيفاش ولات تبدل هكا، ما عرفتش. باك ولات حالته صعيبه. صافي قريب ينسى شي حاجه سميتها الكرعين واللحم والدجاج وداك الشيء. ودابا تخيلي ولي فيجيتاريان، انا وياك اش غناكلوا؟ يلا هضر على راسك، انت اللي كتاكل بزاف. انا ندبر على راسي بداك الشيء اللي كان قليول غادي يكفيني، انت اللي كيعجبك. عبد الله يهديك، انا وياك بحال بحال، ماشي مشكل. ولكن باق خصنا نديرو معاه شي جلسه نفسيه. انا غادي ندير معاه شي جلسه نفسيه باش نعرف شنو هما الحيتيات العلميه اللي لانه كاين شي حاجه تما كنا كاين واحد نسين الارهاصات. هي الارهاصات فيهم مخلطين بالزفه. شنو اللي بغيتي تقول دابا ياك؟ قريتي عام واحد، عام واحد في الكليه ديال الطب فرحتينا. عام ونص. عام ونص اييه، واللي سمعك فرحتينا بالهضره، بحال وليتي اخصائي متمكن وعارف كل شيء داكشي اللي بغيتي دير. الاخر راهي مجريين عليك سكر. اولا ما جراوش عليا، ثانيا انا درت احسن بحث في الطب في العشر سنين الاخرى، غير هو الاستاذ غار مني وسقطني. هذا الشيء راه حفظناه. يلا وجمع حوايجك الله يرضي عليك وسير تمشي تخدم، راه تصدق لا فرماسيان ولا ماكله. يلا سير. صافي نيت نضرب في الفقد في راسي ونمشي لخدمتي. يلا سير. غير لو كان ضربي الفقد في التنتيه في باك وراه تمشي توقع له شي حاجه. اشنو غادي يوقع لبا؟ راه باينه غادي يمشي يتزوج. يا لاله سير بركه من التخربيق. سير. انا راني راجل، راني راجل وكنعرف اشنو هما الرجال. انا شميت ريحه الزواج. هذاك التريكي اللي كتعرف انت با ما كيعرف ليهش. با مثال ديال الوفاء، رجل مخلص عمرو ما غادي يتزوج على امي. ايوا عقلي عقلي عليها هي في الطاج. هي عقل عليها هي في القله. هي في القله. ويلا ما يجيب لك المراه هنا للدار وتاكل ليه رزقه وتاكل ليه التقاعد ديالو، وحتى البروجي اللي بغينا نديرو حنا في هذا الدار ديال الطاعات الحفله حتى هو غادي يمشي لنا. سمعتيني؟ كتفتح عليا. لا ما كنصحت عليك دابا، كنقول لك انا غير الحقيقه. شوف فيا نقول لك واحد جوج كلمات. هادشي كله اللي انت فيه سميتو دكتور الوسواس الخاوي، وسير تمشي تخدم. انا مسوس انايا. انت مسوس. انا مسوس انايا. صافي 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 صافي. السلام عليكم. وعليكم السلام، فين كنتي؟ كاش فين كنت؟ انا ما بينش عليا فين كنت. كنت انا اللي كنطريد باش نحافظ على الرشاقه. حافظتي على الرشاقه. سهري العزيز. مالك يا اخي مبهور فيا وباين عليك مخلوع ياك؟ لاباس مالك؟ لا لا غير مدهوش وصافي. دخلت دابا الكوزينه لقيتها عامره خضراء. شوف اولادي ابتداء من تاريخ اليوم ما كاين غير الخضر نيئه، داكشي ديال الدهنيات والسكريات صافي فضينا منه. شوف انا نعطيك واحد النصيحه لوجه الله، بدا دير انت شويه ديال السبور باش طيح عليك داك الكرش اللي بدات كتخرج، اولا بالعكس خليك انت تبارك الله مفتوحه عليك شهيه بلا سبور. مي الا بديتي كدير الرياضه واقيلا غير غادي تخليها عليا، خلي غير هكذا. خليتكم على خير، نمشي ندير شي دوشه من داك الشيء الرفيع. السلام عليكم. سدينا. انا ما فهمتش انا. وصافي صافي صافي. الرياضة وما أدراك ما الرياضة، فيها علاج للقلب والذات. هاي 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 هاي. وليت يا سيدي سعيد عويطة وسعد المجرد في دقة واحدة. فعلا مالك حقرتيني، والله يا سيدي إلا في الدقة الأولى جاب الله التيسير. إي شنو زعما؟ بالزربة؟ بالزربة اللارو. أنا داير معاك غدا إن شاء الله في الصباح على النبوري باش نمشيو نجريو أنا وياه نترينيو ولا نترينيو با. وسيدي
عرفتي حنا راه تعطلنا وانت بالنسبه لي راه خصك تمشي تنعس باش غدا تقدر تفيق بكري. عندك صح هذا الجد. يلا تحياتي الى سعيده الله يعاونكم بصحه وراحه. صافي انا غادي نتكلم. الله يهديك اسيدي. خلينا من الله يهديك ديما كنخلص تقول لي اليوم الله يهديك خلينا من الهضره الخاويه. صافي يلا السلام عليكم. عليكم السلام. ما عرفت ما تعطلات عندك غير تكون دارت بناقص. أي جاية لالا الكبيرة صباح الخير. صباح النور سي طيب. هاي 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 على الشباب ما تقوليش راه درتي ثاني دوره كبيره على المدينه عاد جيتي هنا. لا هاد المره درت دوره كامله على المدينه عاد جيت لهنايا. دوره كامله. علاش كضحكي؟ عندك تقولي لي الوالده ديالك سميتها الكامله. دمك خفيف والله الا. شكرا. راه واخا نبان في الملامح ديالي كبير شويه والشعر شايب ولكن مازال تبارك الله مازال القوه ومازال الشباب. وإلا كذبتيني اجي نديرو شي تجربه انا وياك ونجربو وتشوفي. يلا بسم الله. قبل ما نبداو قول لي وغدا من غدا؟ زعما قلت لك غدا غتجي تطريدي. اه ضروري ما نجي حقاش انا مستريسيه ومعصبه بزاف هاد الايام والطبيب نصحني بالرياضه قال لي باش نرتاح ونبرا. الرياضه ضروريه البنادم راه خصو يتريد لان تيقولوا الناس العقل السليم في الجسم السليم. فهمتي؟ صح عندك الحق. نبداو؟ يلا يلا على بركه الله. سي طيب في الغادي؟ ها؟ تبعني؟ اه اه انت خصني نتبعك. ايه نتبعك علاش ما نتبعكش؟ نتبعك نتبعك وقتاش تغني يا قلبي إنا ما غنيتيش اليوم أحلى ما عندك يا قلبي قولوا بحبابك اليوم وقتاش تغني يا قلبي إنا ما غنيتي اليوم. والله إلا راك شايفه مع راسك. معلوم شباب شباب والكفاف والعفاف والغنى عن الناس وزيديهم حتى الكباب. والله ما كرهت والله ما كرهت دابا شي كليسه عمل لا وشي قطيبات ديال الكباب مع شي براد ديال اتاي مشحر وقولها وضحك عليها. نوض نوض نتريني ونوض. الله يهديك خصنا نرتاحوا شي شويه لان الدوره الدمويه خصها ترتاح لان الدم حتى هو خصهاش نفرصيو عليه واش فهمتي؟ هذه هضرتك انت بنتي ليا ما فيدكش دغيا كتعيا. حيت الحقيقة بيني وبينك أنا عندي شوية ديال ضيق التنفس ولكن مع ذلك مازال تبارك الله مازال كنتحرك ومازال كنمشي ويلي علي نعيا أنا نعيا. راك خفيف على القلب. أنا راني خفيف على القلب وعلى الكبدة وعلى المعدة وعلى المصارن وحتى على المرارة. أنا راه واحد الخفيف مني ما كان. ايوا عاود لك قصتي باختصار. زوج عن حب ولكن الراجل يتحكم بعشر سنين الحبس. قلت ما يمكنش لي نبقى مع راجل محكوم بعشر سنين ديال الحبس ونضيع حياتي ونضيع شبابي هكاك. طلبت الطلاق وطلقت. ما قلتي عيب عندك الحق خصك تعيشي حياتك ولا ربي سبحانه وتعالى غادي يصوب لك. تنتهي مع راسك الحياه راه قصيره. سي تبارك الله مازال شابه وزوينه وزاله وكامله وعامره و... وتامرة انت سيمي ولا تبالي. توا الله نقدر نسى والله. شوفي معايا وهذا تقدري ان شاء الله يكون يا هادي. الو الو الله يهدي هاد الناس كيحيطوا لك ملي كتجاوبهم كيبغيوش يجاوبوك. هذا شي باسل هذا ما باغيش يحشم خصني نهضر انا غنهضر معاه. الو الو اسمع لك الفرنش غادي تبعد على ديك المره اللي حداك وبعد من طريقه ورانا غادي نتفك واحد نتفك اكثر من تم تشوف. ماذا تقول ايها الحلزون؟ مازال كتقول لي الحلزون. ايه الحلزون انت حلزون يعني ببوش البربوش الغلال ايها الجاهل. غادي نشدك وغادي نمرمدك في الدقيق وغادي نبيتك في الكوكوط
وغادي ناكلك انا ولاله الكبيره. ياك لاباس السيد شي واحد كيقلب على شي فروج ديالو تالف ليه العجب. انت ديرني في كوكوط وطيبني سير التيساع ولا لحقتي ودنك عدها. واخ واخ سلامة. منين شتو النمره ديالي هذا؟ ما نعرف خلينا انت ما بقاش تعمري راسك بالهضور خويا هاك التليفون ديالك. المهم قلت لك انا بالنسبه ليا راه هذه فرصه سعيده انني تعرفت عليك. طيب وسعيد لانني ما كتصوريش انني كانت عندي رغبه انني نلقى شي مراه في المستوى، مراه رياضيه ومتفتحه حقيقه ارتاح لك قلبي، وكنتمنى ان شاء الله بحول الله مع قوتي ان العلاقه ديالنا تستمر. الله يخطيك. الله يخليك الاخ. اسمح لنا عفاك احنا راه كناخذوا حمام شمس لاننا محتاجين شويه ديال فيتامين دي. الله يخليك احنا جالسين في جلسه حميميه عاطفيه رومانسيه انا والاخت، ما تشوش علينا عفاك بدل ساعه اخرى. سكتي دابا ها ركد عليك اللسان وبقيتش قادر تدوي هذو الغداره. لا السيد راه ما بينه وبين والو كان كيتريني هنايا وعينا وجينا جلسنا انا وياه كنتسرحوا. كيفاش ما بينه وبينك؟ ريح. شكون انت بعدا؟ انا هو الحلزون الببوش الببوش. انت هو الحلزون؟ ولكن الحلزون يا اخي داخل جواك وانت خارج جواك، انت بحال الصعيقه عرفتي شي راه تشدد لي ليا طيحتي لي كتفي انا مزوق فيك. بغيتي تفهم مزيان انا هو اللي كنقلب على الفروج. انت هو اللي كتقلب؟ ايه اخويا قلب على الفروج. ريح. شوف غتخلي عليك الراجل ولا والله تنجمع لك جوقه ونشوهك. اييه اجمع عليه الجوقه وشويه. اسمع اسي اش كنقول لك؟ شتي هاد المراه راه مرتي. لا 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 انا مبقيتش مرتك، انا مطلقه منك، انا مطلقه منه. حرام عليك حرام الكبيره. وانا راه ماشي انا راه ماشي لخاطري، راه دارنا اللي ضغطوا عليا وقالوا لي باش نطلق منك. خليني انا نمشي لحالي وبيناتكم فرقوا الشمحبي. باغي تمشي فحالك فين فين؟ نمشي بحالك. فين باغي تمشي بحالك؟ حيد يدك على الراجل. هاد المره راه ندوزتها لك. المره الجايه راه نلقاك تتفلى على شي بنت الناس ولا مرتي راجل. راه والله تنهرس لك العظام ديالك. ما تحكرش عليا ما نهرس لك الله يرحمك. لا سير. انا خويا غادي. لا سير. ما تحكرش عليا حيت شتيني قليل الصحه الله يعاونك. سير كيبغي تحكر عليا. الله عليك المصيبه. اش قلتي؟ ما قلت والو. صافي الكبير ديالي انت عارفني كنبغيك وما نقدرش تفرق معاك، هاي دارنا والله. والحبيبه انت دابا نعاودو نرجعو. نرجعو يلا نمشيو. جتان تانا والله. انت لالا شوفي انت شوفي لك الرومانسيه والتكركير، شوفي با كيكركر حتى هي كتكركر. صافي صافي صويرة راني شتا، إلا كنتي باغية تحكني وتفقسني صافي مرحبا بك. لا ما نفقسك ما والو، أنايا كنقول لك باش هاد المرة اللي قلت لك الهضرة تبداي تيقي. يلا فينا هو دابا فينا هو؟ لا تلقاه كيتردى معاه، ياك هاد الوقيتة هادي كيكون كيوجد الغدا. بابا بابا فين تعطلتي؟ الله يرضى على بنتي، الله يرضى عليك، راه خفي عليا من كثرة الأسئلة، فين كنتي في مالك تعطلتي منين جيتي؟ واه أنا راجل كبير أنا مابقاش شي حظ يعني. واخا بابا راني بغيت نهضر معاك. أنت دابا كتهضري معايا شنو كديري دابا؟ راك كتهضري معايا. بغيت نسولك، شافوك الناس واقف مع واحد المرأة. إيوا من بعد. كتهضر معاها. إيوا ولا هضرت مع المرأة شنو حرام؟ نبقى نهضر غير مع الرجال. ماشي حرام بابا، اسمعي إلا كانت بيناتكم شي حاجة ولا شي حاجة تعاود لينا راه بنتك، بغيت نفهم. أبنتي الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، خلي بيناتنا واحد شوية ديال الاحترام، ما تبقيش تدخلوا لي في المسائل الشخصية الله يهديك، سيروا إلا عندكم شي شغل سيروا تقضيهم الله يعاونكم، سيروا. يلا خويو عليا الله يرحم الوالدين. واخا اسمح لينا. يلا. يلا زيد قدامي. اسمح لينا بابا. خويو عليا شوية. بزاف هادشي. طيب. طيب. نعم الله القيم. عييتي ما تجري مورا الكبيرة. الساعة طحتي في المصيدة وتهلا فيك الكبير. الله يهديك، ما كاين لا كبيرة ولا صغيرة ولا صالحة ولا طالحة، صافي غندير مناقص من هادشي كاع. الكبيرة ولا بلا صغيرة ما يحلاش، بقيتي فيا مسكين. وشنو دابا رقية دابا كضحكي عليا ياك؟ شوف 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 لك شي جرادة مالحة. عافاك الله يخليك، راه ما عندي كاع الهضرة عافاك. تم بعد ونهضرو. سلام عليك. انا عمري ما ننسى سي حامد، تيدي مول الامانه امنتو. سي طيب واش تحماقيتي ولا مالك؟ وهاد الكبيره شوف اش وقع لك من موراها وكتقولي ما عمرك نساها. ما كنهضرش على الكبيره، راه كنهضر على الكبير راجلها. واحد بوركابي يلاه خرج من الحبس، شفت واحد المقلضم قاني جالس معاه ملي كنبغي نوض كيقول لي اجلس، بحال كيحط لي شي طروطوار على كتافي يمشي يقتلني. عرفتي دير بحال شي طور عايش يحفظ الله. اما كون راه فوت فيها شي دقه وكون راه مول الامانه دا امنتو
ودرتو عشايا ووقفتي في كنز. بالراوي الباس عليك السي الطيب، مازال ان شاء الله عمرك طويل. المهم السي الطيب نجيك من الاخر. دابا انا هاد المره راه عندي لك واحد الهمزه، واحد المراه اللوكس. حميد دخل سوق راسك. يا صلاتي الزيني يا صلاة. هبه اسمحي لي يا صافي. فين تعطلتي؟ اسمحي لي كنتسناكم عييت وكليت. حتى بابا ما عرفتوش فين مقصر. انا تجيت مع خالتي شوميشه فهمتيني، طفات التليفون وتبرزت ياك، ولكن غير جبت لك حقك من البسطيلة. لا حقي انا تعشيت اسيدي غير بصحتك وراحتك. فين تعطلتي؟ هادشي دخلتك شوميشه بان لي غريب. فين تعطلتي؟ انا نعاود عليك بحال الخرافه. خارج من الخدمه تلاقيت مع خالتي شوميشه، قالت لك والو جيت الشمعية. قلت لها لا راه خليت كتسناني. قالت لي مني منك مني. انت كتعرفيني ما نقدرش نريجيستي قدام الماكله ديال خالتي، فهمتيني؟ دابا علاش كتكذب؟ واش دابا هي اللي عرضت عليك ولا انت اللي عرضتي على راسك؟ شتي وانت عاوتاني نيتك ناقصه. وشوف انا اللي نيتي مزيانه وجاب لك خبر مجهده على باك. يلا قول شنو هي هاد الخبر؟ السيده اللي تعشيت معاها اليوم اللي هي خالتك شوميشه مالها؟ وهي لالا العروسه ديال الوالد ان شاء الله الرحمن الرحيم. والله يا خويا ما كتحشم. انا ما كرهتش انا داك الوجه ديالك نشدو نديرو عندي باش ندخل فيه بشي بلاصه. دابا بغيتي تجوج الناس لحقاش السيده شداتك وكلاتك وشبعات لك كريشه؟ ولا واقيلا بغيتي تجوجهم باش تلاقيهم وتبقى كل مره غادي عندهم تتينيني تاكل وتغدى وتفطر وتعشى ودير كل شيء على حسابهم. انت ما كاين اليوم منيتك ناقصه معايا. والسيده غزاله ولاباس عليها بدارها والسيده موظفه متقاعده بالمنضه ديالها. ما حناش خاسرين، حنا غادي نجوجهم ونديهم لدارها وحنا نرجعوا لهنايا نديروا المشروع ديالنا ديال الاحراس والحفلات فهمتيني ونعيشوا احرار مع راسنا. شي تفكير كله ولا مادي، تحولتي كلك وليتي كتفكري في الفلوس. نوض اخويا نوض نمشيو نعسو في دارنا، انا راني عييت مسحو حنا قاصه كنسين فيك. واش سعيده غير تيقي فيا هاد المره؟ ما غاديش نتيق فيك، نوض قاعد نمشيو نعسو في دارنا. هانتي شوفي خليني دابا يعطيني فرصه راه صوبت لها واحد الرونديفو مع باك. غادي تلاقاو تفاهموا هو هذاك ما تف... واش بغيتي شي برانيه تجي طير لنا بالراجل ونصدقوا لها مشروع على ماكله؟ طيبتي ليا قلبي طيبتي ليا. واخا خويا انا غادي نتبعك في هادشي ديالك هاد المره ونشوف هادشي ديالك فين غادي يخرجنا. ها هو جا على سلامة مولاي السلطان. مولاي السلطان ما دخلتيني هاد الدخله هادي، اش باقي كديروا نتوما؟ سيروا تنعسوا لداركم سيروا تنعسوا خليكم. وانت بعدا فين تعطلتي خلعتينا عليك؟ كلس كلس. يا بسم الله الرحمن الرحيم ياك لاباس شنو؟ مالكم؟ اش واقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم حاج عندي لك واحد الدجاجه بكمونه. دجاجه بكمونه؟ منين طاح عليك هاد الكرامه وليدي يا سعدو؟ منين جاك؟ لا راه ماشي دجاجه دجاجه. المراه لالا العروسة. المرأة؟ المرأة عاوتاني الله يسمعنا خير، شكون هاد المرأة؟ اش بان لك؟ إيوا اش غادي نقول لك؟ نمشي معاك في هاد الرأي هذا. المهم واش باقا كيف كانت ولا دبلت في مرة؟ وعاد زيانت السيدة ولات غسالة عطية العين عرفتي كيفاش شنو؟ المهم هي أنا سمعتها تقاعدت شحال هادي ياك؟ إيه. واش تقاعدت من الخدمة ومن الهضرة والترتارة وجهها في مقول ولا باقا لا 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 لا؟ والله إلا دفك إلا كوميدي، والله إلا درجك إلا كوميدي كوميدي سبحان الله العظيم. أنا سولتك جاوبني. لا السيدة قلت لك معقولة دابا عاد ترزنات وعاد هاك نيشان هادشي كله ولا فيها؟ ولا سمحتي ما درهاش مني قلت الصواب الحاج. دابا انا خديت لك واحد الرونديفو انت وياها. شوف عجبتك هو هذاك ما عجبت غادي تعجبك الحاج، غادي تعجبك وغادي تشكرني حياتك كلها. ياك اي واش غادي نقول لك؟ فكري شوف انت واخا هاد القضيه درتيها ماشي هي هذيك مشيتي خديتي لي موعد بلا ما تشاور معايا غادي نغامر معك. يالله اي والله يكمل بك. يلا جمعوا لي القروش اللي تقضيو حاجه راسكم. بغيت ندير واحد القضيه عندك ما غتقول لي سيروا تنعسوا لانني حتى انا باغي الناس نرتاح باش نصبح اون فورم باش نشل هذا الموعد ديال خالتك شوميسه ان شاء الله. والله يكمل بخير. الله يكمل بخير. امين امين. سلام. احنا راه تعشينا اللي بغيت تاكل بسيطه. لا لا ما قادش ناكل. يا سمح لينا سلامة بنتي. الله يعاونك. كي جيتك كي جيتك لا حول ولا قوة إلا بالله. وداك السقسيف هذا برزنا عاوتاني غادي يدخل لي هاد شوميسة في دماغي نبات عاوتاني الليل كله وأنا كنبرمج.
تفضل عمي. انا مفضل. جلس هنا؟ ايه انا مزيان. جلس هنا مزيان. مزيان ولكن دخلتك فين هي؟ دخلتك شو ميساج تعطلات واقيلا ولا لا؟ هي جاي هي جاي. انا راه انا دخلتي بنت عائله راه كلاس راه العربون يبان لك غير مني انايا. ايه راك خرب بلادي انا عارف العربون عارفو. انا ما كنمشي عليك انا راه مال مور الغدا كنركب طويق. عرفتي عيني كيتلصقوا عليا ما كرهتش ندير شي غميضه بين ما تجي هاد بنت خالتك ولا خالتك ولا سميتها. لا لا خالتي غير ارتاح ارتاح ما راسك ارتاح ولكن عندك كيجيك النعاس. لا لا ما تخافش المهم انت ملي تشوفني غرقت النعاس. انا عندي لك هكا غدير لي كنت هكا غدير لي هكا ادقوا عليا ندير لك بحال هكا صافي ادقوا عليا نفيق سمعتي خذ المخده زيدك مخده صافي مخده واحده ما تبقاش تقول لي شنو غادي ندير. لا 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 هي قلت زعما باش جيب الله يخليك واحد لافوكا ويكون كبير. دوزي معايا؟ لا حاشا الله يودي انا نعس ارتاح ارتاح مع راسك كان هي جات هي جات كون هي اللي جات خلعتيني. لا العروسة شكون العروسة عاوتاني؟ خالتي. شو ميسا صوب صوب شو ميسا صوب يلا 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 استقبلها استقبلها خالتي. علاش قلت لك خالتي؟ إوا تعطلتي أنت أنت إوا صافي يلا الله خلي لي الأناقة عاوتاني الصلاة والسلام على رسول الله. إيه السلام عليكم. عليكم السلام مرحبا سيدتي مرحبا مرحبا سيدتي مرحبا. اسمح لي تعطلت لان من الكالونطري ديال المراه تعطل شي شويه. انت كتعرف خالتي كنقدم لك عمي. ويلي على تقدم لي السي طيب وهذه خفى القمر. زوينه هذه خفى القمر خالتي شوميشه مع عمي قمر هذه راه قصيده شعريه رومانسيه ياك عمي سعدون. نعم الله يرضي على ولدي هذا ماشي وقت المزاح. شوف ولدي سير دير دوره انا رانا عارف الطريق باش نرجع للدار غير سير. لا 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 غير بلاتي خصني ناكل مازال ما كليتش غير نشوف غير انت وليتي هادشي كله قرقرتي وعاد باغي تاكل الله يهديك. لا هذا راه غير مقدمه باش نفتح الشهيه زعما عارف انت راك واحد جلاخه منك ما كان هاك ها واحد 200 درهم سير كل وشرب وتمتع معها كلها كلها غير سير خذها تمتع سير حرقها سير حرقها. المهم انا نخليكم بيناتكم باش يلا 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 الله يعاونكم. سلام يلا سلام. اسمح لي سي طيب انا مشيت عطلت بالعاني حيت انا الطبيب ديالي كيقول لي ديال الجلد ما تخرجيش ملي تكون الشمس ساطعه هكاك حيت لابو ديالي بحال ديال نيكول كيدمان. تبارك الله تبارك الله تبارك طيبه تبارك الله تبارك الله تبارك الله ومخرج لي دي برودوي اوت كام. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. وحتى صحاباتي كيقولوها لي في الخدمه كيقول لي لابو ديالك زوينه تهلاي فيها. كنقول بسم الله الرحمن الرحيم قول عندكم تعينوني قول اعوذ بربي الفلق. صح العين حق. تبارك الله تبارك الله تبارك الله وما شاء الله. شتي انا اللي اقترحت على سعدون باش يكون معانا حيت ما جاتش هاي نجلس انا وياك الراس في الراس حشومه. ولكن يا سيدتي كنظن سبق لينا تشوفنا في العرس ديال بنتي سعيده مع سعدون وكنت شفتيك وابتسمت ورديتي لي الابتسامه باحسن منها او لا؟ واخا هكاك سي طيب حشومه ميمكنش نجلسوا انا وياك ما غادي نجبروا ما نقولوا وبالاخص انا مراه سكوتيه ما فيهاش قوه الهضره. اي تبارك الله تبارك الله تبارك الله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الحبيبه امبرا. صافي قضى الله الغرض. كيفاش قضى الله الغرض؟ صافي تبرونش الاب الماسون ديالك مع لاله شميسه لاله العروسه. جلستيهم بعينك وجلستيهم بيديك وبانوا لك متفاهمين. هي جلستهم بيدي ما كاملاش جوج دقائق حتى عينيهم بداو كيفرفروا. هي كدير فيها هو كيدير فيها حتى وليت انايا في وسطهم في وسطهم. عرفتي اش دار باك؟ صدرني ب 200 درهم اول مره كتوقع في التاريخ. بركة انت من الكذوب قال لك اول مره كتوقع في التاريخ. حنا كيفاش بعانين معاه وما خاصنا معاه حتى شي خير الحمد لله. وتا هو ما غادي يشوف معنا غير الخير حتى حنايا غادي نجوجوه نهزوه في العماريه داها وداها والله ما خلاها حتى نطيو لويرتو ونسدو عليهم ونجيو للمشروع ديالنا. يا سلام اسمع حبيبه
هاد الحيوطه وهاد الشيء خصو يحيد عليا باش تساعدني ونديروا رخام في الارض ها وشي زوقه بلديه الفوق وهر العريس هنا وعلى راسه انايا وهبطي لدي داها وداك باش ناسي علاش اخويا هل العريس من هنا وهل العروسه من هنا علاش غادي نفرقوهم ها بالعكس خاصنا نخلطوهم باش ولادهم يتعرفوا على بناتهم وكل شيء يبغي يتزوج وحنا ولاد الطرب على القاعه ياك ايوا راه هذا هو الغرض بغيتي وقع لنا الا كنت سيركوي لا 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 اول المشروع ما قادتين على المشاكل هل العروسه هنا هل العريس هنا والسيكوريتي ولي فيديو هنايا وتهنينا شنو غنقد عليك ما يقد عليك اللي خلقك انا راه ما نقدش عليك احبيب جمعك الخضر ميرسي يلا بسلامه انا غادي نمشي نحرق باش تحرق 200 درهم اللي عطاني باك بالصحة والراحة يا صلاتي الزين يا صلاتي الزين ملي كنت خدام قبل ما ناخذ التقاعد لا 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 عندك التقاعد النسبي اما التقاعد الاخر باقي بعيد 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 عليا الله يطول عمري وانا عز عليا الثقافة كنبغي نقرا انا قارية روايات عبير ياك ايه وخصوصا سندريلا تبارك الله القرايه غير مزيانه هما تيقولوا على ان القراءه هي كنز لا يفنى او لا طبعا حيت انا عندي واحد الشبه شويه بها سندريلا هي عيشه رميده ديالنا شكرا على هذه المعلومه دابا سندريلا هي عيشه رميده ديالنا دابا انت وسندريلا كتقتسموا داك انها مراه مسكينه وفقيره لا 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 ما فهمتينيش كاين واحد التقارب هي ضع على الصباط ديالها ورقاه لها الامير وانا ضع لي الشربين ومازال ما لقيتش لي لقى لي الشربين ايوا واش غادي نقول لك استاذه شميسه هو بالنسبه للشربين وفي الحقيقة هذوك المعلمين دي الرقيقية ما نبدأو كينقارضو دابا كاين غير دوك الشرابل ديال عدي وبيدك تعرفي صناعة التقليدية بدات كتعيا المهم دابا راه الشرابل كلهم ولاو غير ديال الميكات ولكن نتمنى لك إن شاء الله يجيب لك شي شربيل هكا لا 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 سي طيب ما فهمتينيش الشربيل غير تعبير مجازي الشربيل هو الراجل اللي بقى ما لقيتوش ولله اش غادي نقول لك اعتبرني انا شربيلك شوفي اصطمي عليا كيف بغيتي اصطمي وعاودي اصطمي غير الله يخليك رانا ما عندي الصحه تكيسي عليا في الزطمه تكيسي عليا هالعار بعدا خدنا في الهضره ما شربتي والو ما طلبتي والو تمتعي ليا مع راسك خذي راحتك واخا غارسون بنتي صعاون خدامه الله يبارك فيك هضره كي داز اللقاء الاول جلسنا ولكن ما طولناش بزاف غير جلسنا هضرنا شي شويه بين لي من خلال هضرتها بانها مرا طيبه وديال الدار صراحه هي ولكن شوف فيا نعم كنثق فيك بابا ولكن هذا راه نطبع الاول باش تعرفها وتاكد منها مزيان هي نمشيو نخطبوها شي خطبه كاع ايوا ولا ملي قلتيها نديروه ما فيها بس يلا الله يكمل بخير غادي نخطبها تكون على خاطر يلا الله يكمل بخير الله يحفظك يلا الله يعاونك الله يسلمك انا متعطله هاك خبط هاد البيعه وشري هادي حيدها عليا انا راه هز الحلوه سي طيب والحلوه صعيبه في الهزان ديالها هكا انت يا شدي هادشي خلينا نشد في الحيط ايه بشويه عليك بابا انا فتحت تحت هاد الحلوه هادي ما كاينه ما درنا والو لطيفه يا سعدو لطيفه بنتي راه عيت كيفاش نرتاح شويه هادي تقول لك بابا الله يهديك فين غادي تكلس واش على الكوبيله جرينا زيد توسخو واش مازال كاع ما وصلنا لهاد الطبقه الرابعه لا راه حنا بقى لنا طبقه واحده وغادي نوصلو يلا كبروا مع الطبقه هادي بازل هاد المرأة هادي كيفاش كتطلع كل نهار مع الدروش الله إلا بازليها لي سعيدة واش هادي ديال الكريمية زيد أهلا مرحبا السلام عليكم كبيرة هادا الله يبارك فيك سلام خالتي كبيرة هاك بابا في خالتي تفضلي شكرا شكرا الله يودي تسالي كل خير ياك معيوك الدروز لا 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 بالعكس انا الدروز عندي بحال كنشرب الماء انا راجل رياضي حالي حيت انا الطبيب ديالي هو اللي منع عليا انك تنشري فيلا قال لي لا غتشري في ابارتمون تكون عاليه باش تبقاي طالعه هابطه طالعه هابطه باش نبقى محافظه على الرشقه ديالي الطبيب ما عندي ما يسال وعنده الحق عندي الحق تفضل شكرا بارك الله فيك
كي دايره خالتي؟ صافي برك عليا من خالتي. كي دايره اختي لاباس؟ سعدون. نعم. الله يرضي على ولينا ما تكلف دوك الحلويات، بغيتك دير لهم شي ستيفة من شغل يديك. اي انا نستفهم ونقادهم وداك الشيء، وانا اللي شاطر راني نجيب لك زعما كل واحد وحقه. انا تنى خالتي اسمح لنا على دخلك، ما برصنا كل شي حاجه. ولي لا بالعكس، مرحبا بكم ونهار كبير هذا. ربي يخليك، وقلتي لنا والو، كيدير الصحيحه كيدير الخاطر كل شيء مزيان. ولا بخير وعلى خير. يلا لقيتوني ضربت واحد 6 كيلو. ويلي 6 كيلو ديالاش؟ كيلومتر ديال الجري. بصحتك وراحتك خالتي، كنتي بحال بابا حتى هو، راه ولاد ليام كيطمعوا. ايوا عقيله غنضنوا وجدت كويس دات عيا. لا والله خالتي ما تنوضي، انا اللي غنمشي نعاون سعدون في الكوزينه. الله يرضي على بنتي، الله يرضي عليك، ما يكون منك. ها عندي ميساج. تبارك الله عليها، الله يحفظها. شكرا شكرا. شوف السي الطيب، هذه ما هي مجيتك ما هي دخلتك، ما تحسبهاش عليا. وانت مولات الخير. المهم نرجعي ان شاء الله، انا اللي غادي نعرض عليك. لا انا اللي غنعرض عليك وغندير لك عرضه ديال الفرع. ولا لا ما نخسرهاش في وجهك. وفي دما ها نديرو غدا ان شاء الله. ايه وفين الزين؟ ف مقهى حبي انا. ما تسركش. شوف الله يخليك، غتجيب لي جوج كرواسات صغار وجوج ميلفاي وواحد الباناشي كبير. واخا لالا. وانت سي طيب؟ انا شبعان، انا بغيت غير قهوه كحله. الله يرضي عليك. الله واخا ستي. وجيب لي عندكم سمنات بالخليع؟ لا 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 ما عندناش. بون صافي علاش. سبحان الله كنشوفك كتفتح لي الشهيه. مزيان مزيان، انا هو المبروك. ملي كتفتح لك شهيه ما كتسد لك شي شهيه. بالعكس السي قماري. ايه زوينه هادي، غنبقى نسميك قمر. قمر وشوميجه، كوبل واعر هذا. سبحان الله، انت مشحونه بالرومانسيه العجب. ويلي انا مشحونه وكندفق وكنتهرق بالحنان. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. قولي سيدتي، واش ممكن اننا ندرسوا شي شويه في الموضوع الذي يخصنا ويعرف كل واحد ما له وما عليه؟ ايوا انت سول وانا نجاوب. زوينه عندك هذه، بحال الا زعما بحال غندوزوا شي امتحان. ويلي شحال دمك خفيف. فعلا الا سمحتي لالا شوميسة، عندي واحد، سمحي لي واحد جوج واحد الهنيها. شكرا. أنا غير هنا غير هنا. يا ليلي الطيب، تستاهل تستاهل كل خير، كون راجل بان بوجهك. الله العظيم إلا شاف الله السيدة هذه، الله يسخر فيها وصافي. مرة جميلة وطيبة وفورمة وتقدس. ويلي ويلي ويلي. هانتا احزم راسك يا طيب، احزم راسك كون راجل. شكرا. هذا تعطل شي كل طواليه. الله يلقطع. السلام عليكم. سمح لي يا سيف. السلام ورحمة الله. سمح لي يا شريف. نعم سيدي. ما عرفتش شفتك انا. لا سيدي ما شتيني، ما شفتك، ما عمري عرفتك انا. سبحان من خلق الشبه 40. سيدي بلاتي بلاتي ما فيش مدوز انا وياك الحبس. اعوذ بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. لا اخي انا ما عمري الحبس ما وصلت حتى الباب ديالو. الله ينجيني اخويا، الله يجي واحد راجل مسالم. حويطه حويطه. سلام. نعم يمكنش في تلاقينا في شي بلاصه ولا ما عرفتش. محمود اخويا محمود، لا تلاقينا في شي بلاصه جامي. شوف الله يخليك، راه شي واحد كيتسنى لي. اسمح لي اسمح لي السي الكبير. السلام عليكم. اش يجي بلاتي 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 منعتي، انا خليتها فكره انا بحالك.
اش نعم رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا إرادي سخسخني هذا الكبير هذا الله على سلامة بابا الحبيب ديالي بنتي انت هنايا وانا هنايا جيت ندور بالدار شويه وندير شويه الميناج ما عندي ما يسالك الله يرضى عليك نيت راه الدار تغبرات انت لاباس الحمد لله شوفي بنتي شكون اللي كيضرب بهذه الطريقه هذه جمهورك شي حد ما جمهوري واحد انا جيت بوحدي خالتي شوميشه الغزاله ديالنا خليني يا بنتي صافي ويلي ياك هذه الرجله ها خليتيني حاصله في القهوه باش نخلص ما عندي حتى الفلوس هزاو معايا كون ما عيطتش لصاحبتي اللي جات خلصات انا ما فهمتش خالتي بدا شرحي لي انا الاولى نفهم شنو واقع باك اكبر بخيل اكبر سقرام طلب جوج كرواسات وجوج ملفيات وعصير ويهرب اما كون وصلنا لذاك الشيء اللي كنعيش به انا المصاريف ديالي الطوموبيل والتليفون والماء والضو وزيد عليه بزاف د الحوايج كون علم الله شو وقع بيا لا لا شو ميسا اجي جلسي حدايا نشرح لك لا 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 اشرح لي غير من هنا ها نشرح لك غير من تما ايوا واش غادي نقول لك شوفي المساله راه كتعلق بالكبير شكون الكبير راجل الكبيرة كنا كبيرة مرات الكبير باك ولا كيدخل وخرج في الهضره والحمد لله اللي ما درنا في الطاجين ما يتحرق علاش اخواتي كتقولي في هذه الهضره لا واه نتوما ناس كبار وان شاء الله غادي تحلوا مشاكلكم غير بالعقل لا 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 شتي داك الورد اللي بيناتنا راني رميته وهذاك سعدون بغيتك حلي السعد ما انا خالته ما انا ختمه صافي ويلي اخواتي شو مشى شو مشى العيش يطغى اجي شو مشى حول ولا قوه الا بالله مشات شو مشى الله 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 بابا وما كاينش اللي يشرح لي من غير كتفضيحه شكون هذا الكبير راجل الكبير راه الكبير اجي بنتي هذيك شو ميسا ما بغاش تجلس عليا نشرح ليها اجي انت جلسي نشرح لك اجي زيدي نشرح لك الكبيره بنتي هو راجل الكبيره واحد السلام عليكم سيد طيب اهلا 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 نهار كبير هذا كي داير عمي توحشناك اخويا في الغيوب كاع ايوا حنا مع الوقت خليها راه غدا كيف بغات ياك بعدا لاباس الحمد لله والله الا بخير هاد الساعه الحمد لله ايوا الحمد لله ايوا انت كاين شي هموس ايوا الحمد لله نقولوا الحمد لله سيد طيب ما خطات بركه نقولوا اللوكس ياك وسبحان الله غير البارح طحتيه في بالي كنقول نعم الله تصغ به غبر باش كيترى به انت علاش درتي في ذاك الموضوع الزواج انا صافي ذاك الموضوع ديال الزواج حيتو من دماغي ما كيصدق شي بلاش الله يجعل البركه لا واه لا واه سي طيب شوف حتى انا بغيت نضرب لك شي مرا عندي انايا راه كاين واحد وكاله عصريه وكاله عاد فتحات كتلقي الناس للزواج هكاك هذه فكره زوينه هذه تبدا على الاقل هاد الشباب تشجعهم على الزواج مزيان هي هاد الوكاله سيدي دابا كتلقي الناس في الحلال انت مثلا اللي باغي تزوج كتنزل عندهم الطلب ديالك وكيعرضوا على العائلات اللي حتى هما باغيين يتزوجوا وكيدركوا شي وقت فاش كتلاقاو باش تفاهموا ولا تفاهمتوا جاب الله التيسير كتزوجوا ياك وسميتها هذه الوكاله فين جات بعدا وسميتها سميتها احلام يا سلام والعنوان هو عندي مزيان مزيان نجربوا هذه القضيه نطرقوا هذا الباب حتى ونشوفوا طلع لنا شي زهر عليك يا مولانا ان شاء الله يطلع يطلع ان شاء الله ان شاء الله المعلم فينك ما عندي ما يسالك موجد القهوه ديالي تبارك الله عليك اش دار لك نديرو شي طريح العربي راه ديك الدمره طيب اطيب ويلي فين غادي سالتو من خني غادي نمشي لواحد الوكاله نعتها ليا حميد صاحبي شي وكاله على الزواج ما الزواج شي حاجه بحال هكا احلام يا سلام وعندك غير تولي كوابيس يا سلام ايوا الحاجه ما تفايلش عليا كون كنعرف راسي عزيز عليك وكتبغيني وكتبغي ليا الخير دعي معايا دعي معايا سلام على الساعه صباح الخير بنتي صباح الخير أستاذ أستاذ؟ فين هو الأستاذ؟ أنت هو الأستاذ سمحي لي ما قدمتش لك نفسي الطيب حليلو موظف متقاعد قل يا بنتي اسمك الله اسميتي فاتحة
فتيحة جميل. شكرا. تبارك الله عليك يا لالا. دابا انت جالسة هنا باش حتى انت تقلبي على شي راجل باش تزوج؟ لا استاذ، هذه وكالة وانا موظفة فيها، كنستقبلوا الناس اللي باغيين يتزوجوا. ايوا يلاه لالا بسم الله، استقبليني وسجليني باش تزوجيني. مرحبا استاذ، مرحبا على الراس والعين. اذا غادي نحتاج بعدا بعض المعطيات ديالك بما فيها السن، المهنة، الحالة الاجتماعية، وبعض الصور الجداد ديالك. وشنو بغيتي وشنو كتمنى في الزوجة المستقبلية؟ واخا لالا، ولكن واحد الملاحظة، ما سولتينيش على الناحية الصحية ديالي. أنا راه واخا تشوفيني هكا راجل كبير، راه مازال شاب. أنا عاد بلقيتيني درت واحد الدورة كبيرة على المدينة ودخلت لداري دوشت. باينة عليك. باينة عليا مدوش. لا باينة عليك سبورتيفة أستاذ. سبحان الله، عندك جميلة جدا. شكرا. أنا كنشوف هاد الناس هادو ما كيلاحظوش هاد النساء ديال الناس، تبارك الله شحال جميلات، ما كيعيرهم حتى شي اهتمام. شكرا يا استاذ. لا لا فتاك. اذا دابا نرجعوا لموضوعنا، قول لي شنو هي الشروط اللي بغيتي في الزوجه ديالك؟ الله يرضي على بنتي، انا الشروط ديالي سهله. بغيت مرا ما تكون طويله ما قصيره، ما غليظه ما رقيقه، ما كبيره ما صغيره، وسيرتو ما تكونش ترصاره، ما تكونش ترصاره عفاك بحال شوميسه. شكون شوميشة استاذ؟ لا لا ما تعرفيهاش، الا بغيت نهضر لك على شوميشة ما غاديش نساليو. المهم انا اللي عندي هو انها ما تكونش ترصاره، ما ترصاره ما سكوتيه، ما تكون خدامه ما جالسه. هادي واقيلا مستحيله ما يمكن. لا استاذ، حتى حاجه ما مستحيله، حتى هادي كاينه. دابا بيني وبينك قول بغيتي ستاجير وصافي. تبارك الله. دابا قولي لالا، دابا غادي تعطيوني المراه نديها معايا دابا ونمشي صافي نتزوجت؟ لا استاذ ماشي بهذه السرعه. ولكن شوف انا كنوعدك ما غاديش تخرج مني حتى تتزوج على يدينا ان شاء الله. اذا دابا شنو غادي نطلب ليك؟ غادي تعمر لي عفاك هاد لو فورميلير ياك؟ تفضل، ها هو الصالون هنايا ياك، وردها لي وديك الساعه يكون خير. وانا كنوعدك ما غادي نتعطلش عليك باش نرد عليك ان شاء الله. الله يجازيك بخير. مرحبا استاذ. قول لي بقى لالا، واش انت بصح مزوجه؟ مزوجه استاذ، مزوجه لا قبالك. سبحان الله ما بيناش عليك. لا لا خطيك. شكرا. سبحان الله، مرة طيبه الله يعمرها نقلق. يلا سيدي تبارك الله عليك، 10 غدا ان شاء الله. يلا الله يكمل بخير، الله يكمل بخير. يلا سيدي. يلا بسم الله. هانا يا زيد. ما عندي ما يسال. هانا تانا هكداك. واخا سيدي. هانا سيدي. ايه هانا ها الاخرى تانا. يلا سيدي كل 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 هانا. هيا اسمح لي. وزيد لعب اصاحبي واش هذاك التليفون؟ الو واخا لالا ما نقطعش. هي لا لعبه سيط. شنو يلعب ولا ما يلعب؟ سكت، ما بقيت تقول يلعب. انت تبقى تهضري يمشيو يسمعوك يتعاملوا غير انا ما عنديش غير يلا مكبر غير الضمه. شكون هادو بعدا سيطي؟ هادي وكاله احلام. يا سلام. الو نعم لالا. اي معكم سي طيب حليلو، هو ضيف صيون الصيح. مرحبا لالا. ساره بالبال، غدا في 11 ان شاء الله نكون عندكم ان شاء الله. شكرا لالا، شكرا. تحياتي للوكاله ديالكم المحترمه، الى اللقاء. شكرا. يا انت سيدي خذ راحتك، العاب الضمه مع راسك بوحدك، الله يسهل الامور. كيفاش لعب؟ سي طيب راه غدا باقي بعيد، لعب بيا كملوا طرح بعدا. شنو باقي بعيد؟ يلاه نمشي نعزل الحويجات اللي غنلبس ولون الكرافاطه ونسير الصباط ونكرط وندير شويه ديال الجيل ونبان هكا كنشعل. الله ينيك، انا باغي نكون لوكس وفوق اللوكس. اللوكس. يلا تحياتي. باي باي. لعبتي سير، لعبتي سير. الله يجيبك سير، الله يكمل بخير. اللي حشمنا. امين. الو وي بونجور لالا ادواء، معك وكاله احلام. يا سلام عافاك، بغيت نذكرك بلي عندك موعد دابا معنا في لاجونس. انت جايه؟ داكور لالا، حنا نتسناوك. طريق سلامه. ابيانتو. Thank you.
عندك الا تكوني غلطه وعندك شي موعد مع شي راجل اخر من غيري انا. ياك انت هو الطيب حليلو اللي خاصو يتزوج او لا؟ ايه انا هو الطيب حليلو، ولكن هذا كله زار عندي، تجي تختارني بنيتها هكا زويونه وغزاله بحالك. خذ راحتك السي الطيب، المهم انا شفت التصاور ديالك والمعلومات ديالك وعرفتك مزيان، وانا قابله نتعاود معك على الزواج. انت كتكوني شي طالبه جامعيه دايره شي بحث علمي على دوك الرجال الكبار شبالي اللي كيتزوجوا بنيته تقد بناتهم. لا السي الطيب، انا قابله نتزوج بيك ونحقق احلام. يا سلام. وحقيقه راه هي احلام، ولكن نتمنى انها تكون يا سلام. كون متاكد غادي تكون فيها الاحلام والسلام. ياك؟ ايوا نتمنى على الله. ما قدمت لكش نفسي، انا كيف كتعرفي الطيب حليلو موظف متقاعد، كنت كنخدم في المعمل ديال الوقيد. كتعرفي الوقيد ولا انت صغيره على الوقيد؟ اضواء الهرفاوي. اضواء، تبارك الله، داكشي علاش كنشوف الدنيا منوره وكل شيء زاهر تبارك الله والانوار ساطعه. ما كيهمش السي الطيب الاسماء والالقاب، المهم هو القلب ديال الانسان اللي خصو يكون صافي ونقي وكيبغي الخير لراسو للناس. هادشي هو اللي كنكتب، حتى انا القلب النقي والنيه الحسنه. وهادشي اللي عندك السي الطيب راه راس مال مهم. هاتجيك من الاخر، ما كاين لا راس مال ولا حسن، راه المهم ده على قد الحال. يلاه عندي السكن وعايش، ما عندناش ما خصناش. لا السي الطيب، راس المال اللي قصدت هو الطيبوبه والقلب الابيض. الله الله على كلام شحال زين، فنيتها هكا زوينه وكتهضر بهاد اللغه هذه، ما عندي ما يسالك. قول لي واش سبق لك فايت فيك الزواج؟ يا سي الطيب، سبق لي تزوجت. لو كان ما سبق ليش تزوجت براجل صغير وطقت معاه المراره، ما كنتش نفكر نتزوج براجل كبير، يعني راجل ناضج. النضج هو الاساس، بزاف ديال الناس ما كيعرفوش بقيمه الجمال، ما كيعرفوش كيف يتعاملوا المراه بواحد الليونه وبالعاطفه وبالحب. عام ورا الطلاق ديالي السي الطيب والخطاب كيتقدموا لي، ما كنتش كنبغي، كنت تعقدت، حتى قالوا لي على هاد الوكاله، وقلت انا مره بالكرامه ديالي، وانا اللي غادي نختار الراجل اللي غادي نتزوج به. وانا اختاريتك انت السي الطيب. يختارك الخير والربح، يختارك الخير والربح. حتى انا بصراحه انا كنقلب على شي مرات تكون مزيونه هكا وظريفه بحالك، اللي تعيش معايا وتاخذ بيدي وتحضنني ونحضنها. صافي بارك، انت تبكي عليا هنا؟ ها؟ اسمح لي السي الطيب وصافي عافاك، غادي تبكيني معاك. دابا كيفاش غادي نتزوجوا ووقتاش غادي نتزوجوا؟ طبعا يمكننا نتزوجوا، ولكن خصنا الوقت بزاف باش نتعرفوا على بعضياتنا. علاش ما نستغلوش الفرصه؟ علاش غنحتاجوا حنا الوقت؟ حنا دابا ناخذوا شي قهوه انا وياك ونتعرفوا على بعضياتنا اكثر. خليها حتى العشيه، دابا خصني نمشي ضروري نشوف ماما، راه ما كتبغينيش نتعطل على برا. الله يخليها لينا، قولي امين. امين يا ربي. نعم. نتلاقاو في العشيه في القهوه السعاده اللي كاينه في الكورني. نعم لالا، نمشي للقهوه نتسنى السعاده، في السعاده يا السعاده. الحديث معك ممتع. جلسه معك زوينه السي الطيب، ولكن خصني نمشي في حالي، المغرب قربات تأذن، ماما غادي تخاصم عليا الا تعطلت من ورا المغرب. وتبارك الله دينا وجبنا في الهضره وخدينا فكر على بعضياتنا. حقيقه جلسنا ساعتين بحال الا جلسنا خمسه ديال الدقائق. للاسف هذا السفر غادي يحرمني منك. خصني ضروري نمشي نشوف خالتي عيانه شي شويه، غنطلل عليها وصافي. حنا تربينا عزاز على بعضياتنا وما كنقدروش نغيبوا على بعضياتنا بزاف، وان شاء الله دابا نديك معايا لعندها ونساريك شارع بشارع ومدينه بمدينه. ان شاء الله ان شاء الله، الله يكمل علينا بخير، ان شاء الله نتزوجوا وديك الساعه ديري نشوف اوروبا. انا راه حدي طنجه، عمري ما سافرت. ان شاء الله معايا غادي تفوت طنجه لهي، ولكن دابا انا غادي غير سيمانه، ما غاديش نتعطل. وري استغفر الله، عرفتي سيمانه بالنسبه ليا شنو هي؟ راه بحال شي 10 سنين، ولكن ماشي بس ما كاين، غادي ننتظرك. سأنتظرك على أحر من الجمر. خليك ليلي الطيبوبة ديالي. الطيبوبة ديالي؟ أول استغفر الله العظيم، عمري ما سمعت هاد الاسمية، عمري ما شي واحد قال لي الطيبوبة ديالي. أي الطيبوبة ديالي. ويلي زيديني عشقا، زيديني. عرفتي الطيبوبة ديالي كتخرج بحال الشد ديال العسل، بحال حلوة تبارك الله حلوة. ويلا يلا نمشيو فحالنا قبل ما نمشيو ولا نمشي على كفوف يديا. مرحبا. أنا إلا بشر عندي قلب ونظر، أنت كلك خطر ما تبقاش يتحقق فيها، لا تقول لي حتى كلمة. بابا هي هاد اليومات كلها راك كثرتي عليا بالدندنة والموسيقى الرومانسية. إوا شنو فيها؟ على ما عنديش الحق أنني ندندن ونغني مع راسي، حتى أنا رانا بشر وعندي إحساس. ما أنا إلا بشر. أسيدي ما قلنا حتى شي حاجة، ما هادشي عندك الحق،
غير هو كان عندك يمشي يكون شي دوسي ديال الزواج جديد ومخبئ عليا حيت هاد الايامات كلها راه ما كاين غير الاناقه والشياكه راه بزاف هادشي. شوف يا بنتي راه ما كاين غير الاناقه والشياكه والاضواء يا اضواء. سيدي الاضواء بصحتك وراحتك غير هو كنتمنى يكون شي دوسي فيه الخير. غادي يكون فيه الخير ان شاء الله انا متفائل. طمئني طمئني على باباك. سمحي لي يا بنتي عافاك سمحي لي عافاك سمحي لي الله يرضي عليك. نشوف شكون اللي كيعيط. سمحي لي بنتي هذا واحد الصديق ديالي من هاواي معيط لي بغا يتواصل معي. هاواي هي الاولى. يلا شكرا. الو وي اضواء. طيب اختي انا جيت انا في المغرب. على سلامتك على سلامتك. اذا وقتاش غادي نتلاقاو؟ غير سمح لي هاد الطيبوبه ديالي خاصني نرتاح هاد الايامات. انت عارف السفر والطياره والطريق. شوفي ارتاحي مع راسك وملي تسالي اتصلي بيا باش نخرجوا شويه. واخا واخا الطيبوبه ديالي. عرفتي يا طيبوبتي خديت واحد ليبوط سيني من جلد التمساح خديتهم غير باش نلبسهم لي كنت كنت اول واحد كيشوفني لابساهم ولكن نسيتهم عند خالتي وقلت لها ترسلهم لي في الشركه ديال الارساليات. المشكل ما جبرتش لاكارت ناسيونال ديالي عييت نقلب قلبت الدنيا عليها وما جبرتهاش وقلت لها ترسلهم في الاسم ديال الخطيب ديالي. شكون هو هذا الخطيب؟ وشكون من غيرك يا طيبوبتي؟ اسمحي لي تحبلي عندك شي خطيب اخر. ياك طيبوبتي ياك كتنسى انك الخطيب ديالي. لا لا بالعكس ما نسيتش غير وكان انا كنسى بانني انت هي خطيبتي. وهكذاك الطيبوبه ديالي. ودابا بغيتك تعطيني العنوان ديالك بالتفصيل باش هي ترسلهم لي وانت تمشي تجيبهم لي من شركه الارساليات. واخا ماذا بيا انا خدي قيدي طيب حليلو. اسم على مسمى طيب وحليلو في نفس الوقت. اي والعنوان زنقة العار يا العار رقم 11. خليك ليلي الطيبوبه ديالي ام مدعيني. يلا بسلامه حتى نتلاقاو ان شاء الله. باي باي سلامه ليلى بسلامه. طيب الطيب ويلي فين غادي سالتو من خني؟ ما كان حاجة وليتي رافدة معايا ضد مالك؟ فين ما شتيني فرحان وراشق ليا كتبغي تنغصي عليا حياتي شنو عندك؟ هاي عليك الطيب شحال تبدلتي صافي هانت عليك العشرة والملحة والطعام ودابا غا بيني وبينك هاد البنية دايرة كترية غادي تتزوج فيك تا. على مالي أنا مالي الرزانة والتباتة والرجولة علاش ما تقبلش تزوج بيا علاش؟ ما قلناش لا ولكن الرزانة والشباب تبغي واحد شوية ديال العقل. حاجة وقيلة زدتي فيه بركة بركة راه طلعتي لي في راسي بصراحة هاد الصورة اللي غادي تخلق لي هاد المسالات نحيدها أنا كاع. عندك الزهر. ألو سي حميد كي داير؟ لقيتيني خارج غادي نمشي لديك الوكاله ديال الارساليات غنجيب واحد الكوليه من تما. شكرا بارك الله فيك. انا انت غتوصلني انا غندوز عندك دابا الباب دار ديالك تلقاني واخا كنتسناك. يلا تحياتي بسلامه. بقاي كتحن الزيفيه. دابا انت غتمشي تاخذ شي حاجه ماشي ديالك. الله يهديك يا حميد واش نسيتي بلي راه خطيبتي والمسائل ديالي راه هما ديالها وديالها راه هما ديالي عادي. ايوا سيدي وعلاش ما تمشيش تاخذهم هي؟ الله يهديك راه قلت لك تلفات لها لاكارت ناسيونال راه مالك ما كتفهمش. هي سيدي تلفات لها لاكارت ناسيونال ما كاين باس راه كاين بزاف الحلول كيمكن لها نعمه سيدي تاخذ شهاده الضياع وكدير فيها الصوره ديالها ولا كتنعمها سيدي الباسبور ولا ما كانش الباسبور كاع كدي مع جوج الناس اللي عندهم البطاقه الوطنيه ديالهم كيدخلوا معاك وكتاخذ الامانه ديالها. اسمح لي يا سيد طيب انا لا بغيتي رايي هادشي كيبان لي ماشي لوكس هادشي فريحه. غريب يا اخي شحال فيك ديال الوسواس. خلي الامور غدا وداكشي اللي غادي يوصلوا لي راه غادي يوصلوا لي كيف ما كان الحال. الله يهديك. ايوا يكون خير ان شاء الله. هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين. السلام عليكم. نعم سيدي شحال الخاطر؟ الله يرضي عليك ولدي واحد الكليه جات باسمي طيب حليلو. واخا واحد دقيقه
واخا ممكن تعطيني اسم المرسل. المرسل زعما شكون اللي صيفطها؟ خالت مراتي خطيبة. كيفاش؟ خالت خطيبتي. واخا ممكن تعطي بطاقة الهوية ديالك؟ أييه معلوم الله يودي. هاكاي البطاقة. واخا واحد الدقيقة بقى معايا. هادي واش جاية من فرنسا لا؟ أييه جاية من فرنسا. حيت فيها اسم مرسل جاك مانولو. جاك مانولو؟ أييه هادشي اللي عندي في السيستم. يمكن هذا جار خالت خطيبتي. قول لها حميد ما كتعرفش أنت شي واحد سميتو جاك مانولو؟ سي طيب واش حماقيتي ولا مالك؟ منين غنعرف أنا جاك مانولو؟ لا عايش حال سبحان الله ما أنت كتقرا داكشي ديال الجرائد وداكشي اللي يكون داز عليك هذا الاسم تشتيبعك ما شتيش؟ أي هذيك السيد طيب. واخا نعم سيدي كيفاش غتكون واجده؟ غدا غتوصل ان شاء الله باقا عند الجمارك. واخا سيدي شكرا. تفضل اسيدي. بارك الله فيك. مرحبا. عاونكم اسيدي. مرحبا. قال لك خاصها تدوز عند الجمارك. اي معلوم راه اي حاجه كتدخل من برا خاصها تقلب خاصها ترقم من طرف الجمارك. واخا ولدي الله يعاونك. سلامة. الله يعاون سلامة. سيدي سير على الله. الو ادوار اهلا طيبوبتي جبتي لي ليبوت ديالي؟ لا لا باقي. كيفاش باقي؟ بشوي ما تغوتيش عليا عافاك راك خلعتيني. اسمح لي يا طيبوبتي انا غير معصبه على ليبوت ديالي كنتسناهم على نار كيف ما كيقولوا على داكشي علاش انا معصبه. صافي غدا ان شاء الله غادي نتوصل بالامل مجرد ما نتوصل بها غادي نعيط لك كوني هانيه. برافو طيبوبتي برافو حتى انا كنتسنى باش نتلاقاو على احر من الجمر. يلا يلا حبيبي يلا سلامه. خليك لي لي الطيبوبة ديالي أمو مدعينية. يلا بسلامة حتى نتلاقاو. يلا أضواء مرحبا. صباح الخير طيبوبتي. صباح الخير فجأتيني كنت تخبريني بانك غادي تجي عندي على الاقل نستعد باش نستقبلك. بقول لي كيفاش عرفتي العنوان؟ جبتي لي ليبوت ديالي. لا انا غادي نمشي نجيبهم راه لقيتيني كنستعد باش نجيبهم حيت هو دار معايا الصباح. سي طيب انا معصبه هاد الايامات وكنتصرف بلا ما نثبت وما نعساش مزيان بغيتك دابا تمشي تجيب لي ليبوت ديالي. انا ما تقلقيش غادي نمشي دابا الا كانوا ليبوت هما اللي غادي يهدنوا لك اعصابك انا مستعد نمشي نجيبهم غير بتسمي لي الغزاله ديالي. يلا دابا دغيا. شوفي دابا انت غادي تمشي بحالك ياك وانا ملي غادي نسلم هذوك لي بوط غادي نعيط لك باش نتلاقى باش نسلمهم لي. سي طيب انت الخطيب ديالي وحنا قراب نتزوجوا ولا؟ اييه بصح. ايوا من حقي نجي نشوف الدار اللي غادي نسكن فيها واللي غادي نكونوا فيها من بعد وانت ما عمرك ما عرضتي عليا هو ديال المناسبه. اي عندك الحق ديال المناسبه باش تعرفي على دارك ديال المستقبل اللي غادي تتزوجوا فيها وديروا لها وليدات. مرحبا خذي راحتك دارك هادي انا غادي نمشي نجيب الامان ما تقلقيش. سي طيب سير دغيا قبل ما نتعصب. واخا لا انا غادي. يلا سير. انا غادي. هاك السي. شكرا شكرا اولدي. البطاقه ديالك. الله يعاونك اولدي شكرا بارك الله فيك. مرحبا. دلا اضواء حبيبه ديالي انا الامانه. شري لي البوط ديالي. شكرا. شويه ار شويه بوليس. بوليس ارجنتينا وكفينا كابتن. شنو واقع نعم انت غتشوف شنو واقع. شكون هاد السيده كتعرفها؟ لا هادي خطيبتي ان شاء الله بحول الله مع قوتي ناوي ان شاء الله نضربوا صدق في المستقبل الى سهلتي ضربي. المستقبل هادو هما لي بوت ديالك. شوف اسي الطيب شنو هادشي؟ شنو هادشي هاد الضاويه؟ شنو هادشي؟ ما حشمتي مراعيتي انا داير فيك الثقه وغادي معاك بالنيه وانت باغا تصيفطيني للحبس. الله ياخذ فيك الحق. الله ياخذ فيك الحق. لا حول
ولا ديها خواتي الا بالله العلي العظيم. سي طيب انت غتمشي معنا؟ لا لا خويا والله ما درت شي حاجه انا. سي طيب نعم حنا عارفين اللي كاين. غتمشي معنا غنديروا شي اجراءات اداريه وغتدلي بالاقوال ديالك وان شاء الله غترجع حتى لدارك. واخا سيدي يلاه سيدي تفضل معنا. السلام عليكم. شكون هادو؟ هذه بنتي وهذا راجلها ولد بنتي. هذا كان والله ما عقلت عليهم. ياك لاباس ابا؟ ما كاين باس ما كاين باس. ما كاين باس. يلاه معنا سيدي. كيفاش يلاه معنا؟ شنو درتي يا با؟ والو بنتي غير شي وقع شي صباط جبنا واحد البوط. ما كاين من البوط. القصه طويله حتى نحكي لك من بعد. كيفاش بوط ديال من؟ دابا نوريك ديال من هاك. انا ماشي بوطي بوط واحد البنت. هاك هاك انت باش جبنا صوفوا العشاء شريو شويه الكفته باش تعشاو. واخا شري كيلو. لا شري 6000 ريال الكفته. لا فين غادي؟ الى رجعت انا غادي نتعشى ما رجعتش يفرقوا على الكفته على المساكين. واخا يلا سي تفضل سي طيب تفضل سي طيب تفضل معنا. ما تخافوش الله يخليك ابا صافي ماشي بحالك صافي اش صافي مالنا حنا على هادشي دابا ياك؟ واش كتفلح لي السيد الجارين ولا الكوميساريه كتقول لي مالنا على هادشي؟ فهي شي مساله قانونيه عادي وصافي. واخا دابا شنو ندير انا لمن عييت شنو خصني ندير؟ وانا اللي خصني شنو خصني ندير؟ قال لك دابا جيب كيلو د الكفته. واش لكل واحد كيلو د الكفته ولا كيلو د الكفته لينا؟ ميزانيه كتفلح عليا كيبان لك بومين طوجرين وكتقول لي كفته دابا حنا في الكفته ونقلبوها كبده وصافي. سيدون صافي اجي لهنا. فضيحة من العيار الثقيل. قضية مهربة مخدرات عضو في عصابة كبيرة مع متقاعد أوهمته بالزواج. أولي استغفر الله العظيم. دابا أنا وليت في آخر يامي غادي نولي كنتاجر في المخدرات الصلبة. قول لي واش ذاكرين تما سميتي؟ لا لا ما يمكنش ذكروا سميتك أو أنا كون غير ذكروها على القبل باش نولي مشهور. دابا هادشي ديال الفضائح غير دير شي فضيحة وأنت وليتي داير البوز. المهم شنو درتي ليا في هاد القضية هادي؟ قول لي الله يخليك لي أنا راه ديك السيدة ملي تعرفت عليها لبساتني ما بقيتش عارفة شنو كندير. ورا حميد اللوكس هذا اللي معاك واش أنا غدوز عليا؟ أنا ملي عاودت هاد القضية ديال لي بوط ما لي بوط وجايين من الخارج من الخارج أنا ما دخلتليش مخي دخلني الوسواس. اتصلت بواحد الضابط صديق ديالي ايوا ونسيت الناس ديال الامن قاموا بالواجب. ايه السيده سيدي راه كانت فيها كميه مخدرات كبيره. ايه وانت كنت غادي تقدم فيها هي دابا نيشات عليك انت حيت انت وجه ما معروفش ما غادي ترتبك ما والو. اما هي راه عندها سوابق وجه معروف فهمتي؟ انا كنفهم. الحمد لله على لطف الله. الحمد لله على لطف الله. ايوا الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. اي اي العياشي هذا. اهلا ولد عمي. كيداير ولد عمي؟ الحمد لله. السلام لاباس عليك. كيداير مع العباد؟ لاباس عليك. كلشي بخير. وين الدوار كلشي لاباس؟ الحمد لله. كهانين؟ ربي يخليك. الحمد لله. واحد الباروك. ايه الله يعطيك الخير وما مشقي راسك. الله يهديك الله يهديك. شكون هذا السيد هذا؟ هذا العياشي ولد عمي وراجل لوكس. سي العياشي الطيب الصديق اللوكس ديالي. تاوبر عزيز عليا. تشرفينا سيدي. تشرفينا سي طيب. تشرفينا. الله يبارك فيك. سي هذا سي حميد لوكس. الله يعمرها دار لوكس نيت وعزيز علينا في الدوار. ما كاينش اللي كيقولها فيه خايبه. الله يودي. وتبارك الله من كيجيو لهنا للمدينه كيقضي لهم الغرض. الله يودي الله يودي وليده حطها على الجرح يبرى ونعم. هي راه مزيان ما قلناش ولكن هذه راه فرصه باش نتشكى لك منه. او مده هذه ما جا حط رجلو عندنا. بحال تقول ما عرفاش درنا ليه. عاف الله عما سلام. ماضي ماضي حنا ولاد اليوم. انا غادي نبرك فيه وغادي نمشي انا وياه للعروبيه ونتنسوا والفرح ونشربوا الكيسان ديال اتاي والشوا غيكون لي عليه خاطرك. انا غادي ندي فز منه. ايوا شتي شتي الناس اش تقول. سي طيب نعم سي مرحبا بك عندي وقت ما بغيتي. ها بغى يجي يجي ما بغاش يجي اجيب وحدك. التليفون راه عنده اتصل بيا تلقى لي كتسدك. شكرا سي بارك الله فيك الله يكثر خيرك. يا وليتي نجيب الكرسي تجلس بعدا. لا 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 لا, لا, لا. عندي بزاف ديال الاغراض خصني نقضيهم قبل ما يسدوا الاداره. ياك واخا الله يعاون. شوف ها غير احتاجتي شي حاجه عيط لي. ضروري ضروري. يلا سي طيب الله يعاونك. الله يعاونك اسي بسلامه بسلامه سي طيب. والله الا طاحت لي واحد الفكره لوكس. امر هي هاد العياش ولد عمي اللي كان دابا عنده اسيدي واحد اختو مرا رزينه مرا بعقلها مرا ديال الزمان وتبارك الله ما دير في كتافك وثيق بيا. هاد المره الثالثه ثابتة إن شاء الله. هذه راه ماشي الثالثة هذه راه الرابعة. إوا حتى الرابعة إن شاء الله غادي تكون ثابتة. إوا شنو قلتي؟ إوا المهم يكون خير نمشيو تما بعدا ويحل سيدي ربي ونشوفوا الجو كي داير واللي مكتبة الله يسخر فيها. أي يعني نمشيو أسيدي لتما عجبتك فأنعيم ما عجبتكش فأنعيم.
سيدي شكون ينزل هنا؟ لا سيدي الله يرحم والديك. اييه وصلنا الحمد لله. لا سلامتكم الخوت. السلام عليكم. داك الخفيفه الله يرحم الوالدين. لا سلامتكم. عندك يكون داك الشيء ثقيل عليك حامي. اجيب هذا وبعد ما يتسال شاي والقضيه كتحمر له الشاي. تا العياشي تبارك الله بخيرو ما ناقصو تا خير. هادي راه اللوازم ديال الخطبه. الخطبه؟ اش من الخطبه؟ ايوا قولبه ديال السكر الزبيب التمر الحنه السويكه حاره. الله يهديك اش من سويكه حاره واش حنا جينا نفوجو نشمو شويه ديال الهواء ونشوفو الطبيعه كتقول لي الخطبه؟ اش من الخطبه؟ ثق بيا سي طيب ان شاء الله كلشي غيدوز دوكس وشتي المراه انا بتيقن 100% غادي تعجبك ان شاء الله الرحمن الرحيم. اودي الله يهديك اش غتعجب فيا. قربي لهنا قربي راه حميد نشد عليك. لا عزيز حنا وصلنا. ويلا على وصلنا صاحبي شحال عز عليك تامر انت. يا اولا شويه المراه عاون 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 السي طيب عاون. السلام عليكم لاله شام لاباس. اهلا السي حميد كي داير؟ بلاتي نعاونك. الحمد لله انا بلاتي نعاونك. زيد يلا هز. الله يرحم الوالدين سيدي. والدينا ووالديك لاله مرحبا. هات كيس على حويجاتك اللي توسخوا. ماشي باش ما كاين ما تخافيش ما كاين مشكل. علي علي من عندك باش نزير انا من لهنا. انا أنا يلا أنا عليت صافي الله يرحم لك الوالدين أسيدي. ولكن هادشي فاش راه شغل ديال الرجال. من نهار اللي مات المرحوم وأنا مني الراجل والمرأة. إيوا الله يسخر الله يعاونك الله يعاونك الله يوفقك. الله يحفظك أسيدي. سلامة شامة. إيوا نهارك مبروك. يلا سلامة. وأسيدي راك لوكس مع راسك. وشنو؟ وسيرك شوا كتعرف تبردع تهز السواري الحمار. زيد عياشي. اقول السي العياشي. واش العياشي حرفيه؟ وراه ولد عمي هو. واخا يكون ولد عمك شويه ديال الاحترام. والعياشي عياشي. اهلا ولد عمي. اهلا ولد عمي مرحبا بك. نهار كبير هذا. مرحبا مرحبا. عياشي بخير سيدي. سيد الحاج كي داير؟ الله يكرمك بخير. بارك الله فيك. طيب مرحبا. مرحبا سيدي. نهار كبير هذا. تبارك الله عليكم. الدنيا عندكم تبارك الله زينه ومزوهره. هاي الكافر بالله عمرك ما قلت لي اجي نمشيو نتمتعوا شويه بالطبيعه عند ولد عمي ضاربها بسقلة. السي طيب وقت ما جا الخير ينفع ان شاء الله. تفضلوا تفضلوا نهار كبير هذا. شكرا سيرتو شي بركه. انت علاش معد براسك؟ واه وداش معد راسي. بسم الله بسم الله والله العظيم لا عيب عيب هادشي اللي كداو. الله بيناتنا. تفضل تفضل السي طيب تفضل. محال محال كو زيد. بسم الله بسم الله. مرحبا. الحمد لله عرفتي يا ولد عمي واش حال هادي ما كليت بحال هكا. بالصحة والراحة ابن عمي. الله يخلف الخيرات هادي تبارك الله. وفطور فطور ديال بصح عندي ما يسالك. شوف اسي العياشي هذا تقليد إلا جابتك الحفظة عند سي حميد لا بدا ما تزورني. هايا عندك تنسى. وحتى أنت سي طيب مرحبا بك في أي وقت. وزيدو حنا غنوليو عائلة وحدة ياك؟ إن شاء الله. إيوا عياشي عمي كيف لك حنا نخرجوا ونخليو العرسة تدخل باش سي طيب يدي ويجي معاه في الهضره وان شاء الله يجيب الله التيسير واتبيناته ان شاء الله اللي فيها الخير الله يسخر فيها شي اللي كاين الله ان شاء الله. ما قلت عيب نخليو العروسه تدخل باش يشوفها سي طيب. تشوفها وتشوفني لان حتى هي خصنا ناخذوا رايها وسبحان الله سبحان الله ما نعجبها شيء كاع. لا وا لا وا لا وا زيد لا وا الله يجيبنا في الصواب. صباح الخير عمي الحاج. صباح الخير يا بنتي. نكب لك عمي الحاج شي كاس ديال البن؟ لا لا بنتي الله يخلف عليك شبعنا الحمد لله الله يكثر الخير. انت عمي الحاج جيتي باش تزوج؟ ايوا الى ساعه سيدي ربي. ايوا فينا قاد العروسه ان شاء الله اللي غادي تكون زوجة المستقبل الى كمل سيدي ربي فينا هي؟ العروسه اللي اقترحوا عليك هي انا. هي انت؟ ولكن انا ما بغيتش نتزوج. واش صافي الله العظيم واش كتكمل معقول؟ عمي هي انا. هادشي ماشي معقول واش انا ضربني الله غادي نتزوج بنت قد حفيدتي؟ شو هذا حميد هذا كيجري ليا غير في المشاكل. سير بنتي سير الله يسهل عليك الله يجيب لك شي ولد الناس اللي غادي يحسن بك. اما انا راه ما نصلحلكش. فرحتيني عمي. صافي بنتي هادشي راه عمره ما غادي يكون اطمئني. سير بنتي الله يسهل عليك سيري هادشي راه ماشي معقول هادشي. شكرا عمي شكرا. سير سير حميد حميد فينك هذاك اللوكس؟ فحميد
بالزربه دغيا تفهمتو عجبتك الدريه العفريت؟ واش ملي عجبتني الدري واش انت كتحشم ولا ما كتحشمش؟ واش باغي تلصقوا لي بنيتها عندها 18 عام ما حشمتي مرايتي؟ واش عندك شي عقل ولا ما عندك شي؟ علاش اسي طيب مال الدري راه تبارك الله عندها 18 عام وزيدوا هنا في الباديه البنت غاتوصل 18 عام خاصها تزوج، داكشي دابا علاش خوها بغى يزوجها؟ علاش خوها ما بقى باش يزوجها غير بيا انايا؟ انا تحب لي شي مرا بعقلها اللي غادي تواتيني وقريبه ليا في السن غادي نكمل مع حياتي، ولكن انت نتفاجئ كنلقى جيب لي قد حفيدتي. ولكن انا هاد الافكار نعرفها ماشي ديالو، هاد الافكار ديالك انت، هاد الافكار الشيطانيه انت مولاها الوسواس الخناس. اش غادي نقول لك؟ قبح الله يوسعيك، انا غادي نمشي بحالي. اش طيب فين غادي؟ اش فين غاتمشي؟ ما كاينش المركوب. ماشي شغلك، انا غادي نمشي على رجلي. وبلاتي عن نسلموا على السي العياش. سير سلم عليه انت، انا ما نسلمش عليه، نسلم على شي واحد باغي يبيع قطو. جاوب يا ربي جاوب. سي طيب يا ربي واش طيب وعبلات بعدا واش طيب واش طيب اخف شي يا خويا عيتيني. تحرك تحرك الا عندك شركابي انت فيك غير الفم بالحاصول انت مالوكش ما تزفته. وقفوا وقفوا قبل ما نصفي عليكم. اش كاين مالنا ما نخافوش؟ وتثبت تثبت. نعم ولدي نعم. بلا تهديد حيد حيد الموسم اللي ديك هكا ولدي. بورتابل هو اللي عندي ومن ناحيه الفلوس راه ما عنديش، اللي عنده الفلوس هذا راه سمسار وكيدبر على ميزات. اعطيهم الفلوس اعطيهم. رجع التليفون لجيب اخويا. ها هو حسي طيب هذه هي الصحبه ياك. اش من صحبه؟ صحبه جايبني مصيدني في هذا البيع والشري وليت اصبحت مهدد بالقتل وتقول لي صحبه؟ اش من صحبه؟ يلا بركه مصداع وزيدوا قدامي. نزيدوا قدام والله باقي شي واحد يزيد شي كلمه تنقطع له الراس. يلا تحرك يلا تحرك تحرك يلا زيد قدامي زيد. خلاص هيدا هاوي اللي دعش ما كيجاوبش. ناري هاد الريس ما عرفش مالو هاد النهار. يا ربي جاوبني يا ربي جاوب. زيد حب وعب شويه ما تدفعش ياو. يلا سير تقول سلجي. ها نباركو هنا اجلس شد ربطو. ربطو نيت راه هذا غير ديال الربيط ياك ياك اسي طيب هذه هي الصحبه ياك. اش من صحبه بيني وبينك الله يهديك. انت اللي جايبني لهاد الدول كتقول لي غادي تزوج فينا وهاد الزواج فينا. زيد زيد شوف يلا بالزربه. انا بالزربه انا عاد شويه لي. انا سلامتك زيد عادي تير ربطك. ها وزيد عادي ربطك. شوف انا رانا مريض وراجل كبير وما عندي صحه تحمل مسؤوليتك. راه عندي الطنسيون وعندي اسيدي الملحه والسكر وما كنسمعش مزيان. الا قربتي ليا ورا نديمو الامانه امانتو راك غتمشي ترشى في الحبس. انا كنعلمك ترك باترشي ليا قلبي. ها باترشي ليا قلبي. زيد 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 بارك من الهضره. اي ربطو ربطو بحالي تا هو ربطو. راه الصديق في السراء والضراء. والضراء الله يعطيك. يا الله كنت حشم. اش هادشي اللي خرج منك احميدو؟ قال السربط فيهم بحال بهايم ما حشمتيش. وراه هو اللي بغا يتزوج ليا بمليكه وانا كنبغيها وهي كتبغيني وعيط نخطبها من عند خوها ما بغاش يعطيها ليا. السيد جاي يخطب على نيته ما فراسو ما يتعاود. وزيدون حشم غير على وجه ديال السي حامد واقيلا ولد دوارنا ولا لا. والله ما كتحشم. اسمح لي السيدي اسمح لي. زيان تبارك الله هادشي كله خرج منه. اوين حميدو اشنو درتي؟ انا عيت من عيط لك ولكن انت ما كتجاوبش تليفونك طافي. كاش درت؟ انا بغيت نخوفه وراه ما كانش الريزو ناقص والتليفون ما طفيتو ما والو. ما كانش الريزو وعلى الاخر كنتي تعطينا فرصه غير نفسرو لك. انت غابق علينا ما خليتيني حتى نهضروا. السيف وكاش كتهدد فينا؟ انا غادي نقتل انا غادي نذبح انا غندير. وكتقول راجل غادي نقطع لك راسك. هذا الراجل هذا الا قطعتي ليه راسو اش غيبقى فيه؟ اش فيه من ما عدا الراس؟ ما حشمتيش اجي بعدا هذا شوف فيا اجي انت تي واعر يدو ولد البريح ياك؟ وزعما باك راه كان صاحبي. هذا راه باك كان صاحبي هذا. اودي الله يهديك يا حميد اللي كنعرفك واش تيتصاحب معاك شي حد الله يهديك. عافاك عمي الحاج سمحوا لي. وانت انت سي حميد سمح لي. اسيدي انا من جيتي الله يسامح الحمد لله ما طرباش. عافاك عمي سمح لي على وجهي. صافي على الشيطان صافي الله يسامح. يلا واخا لي شامي شويه وكنتي غتهرسيني. وانا نشوفك هز السيف على الناس ونبقى نتفرج وحتى انت. هادي في حال ولاد الناس ها؟ تكرفصلي على الضياف ديالي؟ سي الله يرحم والديك صافي
عفو الله عما سالف، انا من جيتي مجمع لي. والله كل ما كان على وجه السي طيب كنت ديتك فين تربى. راني قلت لك ما غنزوجكش اختي. واش انا غنزوج اختي لواحد فرواح؟ نحس الشيطان رجع له. خلي الدراري يتزوجوا ياك هما كيبغيو بعضياتهم، ندعي لهم بالتيسير. عياشي صافي كون تحشم شويه صافي نعس الشيطان. سيدي انا ما بغيتش نزوج اختي لواحد ما عنده مستقبل. ودي الله يهديك هنا مستقبل، هاد الارض تبارك الله راه كلها مستقبل، إلا عاونتيهم ودرتي لهم بهيمات وقبلوا الارض ديالهم وقبلوا فلاحتهم راه غادي يكونوا بخير وعلى خير، ثق بيا. انت اش كدير هنا؟ سيري لخيمتك. مزيان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نجيك للصراحة سي طيب، أنا راه باغي نزوج أختي لشي مديني ودير وليداتها في المدينة ويقراو في المدينة. ضحكتيني على القضية المديني. الله يهديك، والله انا بعدا ما كرهت نعيش في هاد الطبيعه هادي وهاد الهواء النقي، وماشي شي المدينه كيولد التلوث. الله يهديك، الله يهديك، رجع لله. شوف انت انا سامحت لك واخا تكرفستي عليا شي شويه، ولكن الله يسامح ودير عقلك. سي طيب انا ما باقي ما بغاش نسامحني يعني. سامح شي؟ انت فين عمرك سامحتي لشي واحد؟ وصافي صافي نعلو الشيطان، نساو هادشي هذا كله. يلاه مرحبا بكم لعندي، ندير لكم برير الداتاي ونجلسوا ونعلو الشيطان ونضحكوا وصافي صافي. مرحبا بكم لعندي. شنو تقول؟ لا لا شنو، الناس راضيه في غادي يكونوا عندي. سي طيب مرحبا. زيد زيد مرحبا. تفضلوا. كاينه بعدا شي زبيده بلديه والحريشه؟ يا سيدي نصاوب لك الحريشه من يديه. لا لا يخطيك. سي طيب، ها سي طيب، سي طيب، مرخ في عليا شويه للرقية، بركة. لا سي طيب، راه بغيت نقول لك تبارك الله عليك، دابا اختاريتي وطحتي في المرأة اللي غادي تكون بك وتكون بها. هي سامحتيني للرقية. مسامحك ومن قلبي، وربي يعوضك خير، ها هو عطاك مرأة اللي تستاهلك وتستاهلها. الله إلا فرحتيني للرقية. السلام على رسول الله يا جيل سيدنا محمد. السلام عليك السلطان ديالي. انا جبت لك بوكيت فلاح باش نديوه للعروسه ديالنا. الله يهديك بنتي، راه حنا غادي لبلاد الطبيعه، غادي القريه فيها الورود والازهار والشجر والعصافير وتزقزقوا في السماء. شوف كاع انتم غاديين. نمشيو بيدينا خاويين عند العروسه. انا جبتو باش نعبر ليك شحال انا فرحانه بهذا الزواج ديالك. عارفك بنتي، الله يرضي عليك. شكرا. لا لا عمي، راه ضروري من هادشي ديال الورد. غير اسمح لي يا عمي، عافاك ديري شي في الطياره دغيا بالزربه ونمشيو ان شاء الله. ويلي يلا فطرنا في الدار. سبحان الله العظيم، هي كندخل لدار عمي وكتفتح لي الشهيه. سعيده راه شادين الطريق. شادين الطريق؟ مالنا غادي للداخله. سير اخويا، راه الكوزينه قدامك، الا باغي شي حاجه ما تاكل كولها. لا لا بالزربه راه ما نتعطلش انا. لا حول ولا قوه الا بالله، هذا الراجل عندك اكل. شنو ندير؟ ها هو ماشي. سلامتكم. يا بسم الله. مرحبا 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 مرحبا. نهار كبير هذا. مرحبا بكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. اجي هز معايا سعد الناس. طيب زيد. اهلا مرحبا. نهار كبير هذا. الله يبارك فيك. الله يحفظك. الله يبارك فيك. الله يكرمك. الله يجعل قدامنا قدام الربح ان شاء الله. امين امين. الله يجعلنا لله. امين امين. بارك الله فيك. بسم الله. هلا عيال اتيت. بسم الله. بسم الله سيدي، على بركة الله. نعم نعم. اش نقول لك سي طيب؟ الله يجعل كل شيء ببركة وسعادة. امين امين يا رب. فرحنا لك والله العظيم، الا فرحنا لك. شكرا شكرا، بارك الله فيك. ايوا بهذه المناسبة السعيدة كيخصنا نحدوا الموعد ديال الخطوبة ديال الملكة مع حميدو ان شاء الله. اسيدي غلبتيني، ما عندي ما نقول. ملي الولد كيبغي البنت والبنت كتبغي الولد، هزيتيني. غلبتيني يا سيدي، هزيتيني. اللهم يسر اللهم يسر. وانت انت حامد، الله يرضي عليك. واش دراسك هذيك الدار ديالي ان شاء الله؟ انا باغي ندفع على البيع ان شاء الله الى سهل سيدي ربي. علاش سي طيب؟ ايوا ما تقول لي شي. علاش؟ صافي قررت باش نبيع عليك الدار ونشري شي طريف ديال الارض هنا في الباديه ونعيش نتمتع مع راسي وندير شي بهيمات ونشم الهواء النقي. اخويا انا عندك المدينه راه قراتني، راضي بداك الهواء ديال الملوات. والله بغيت نرتاح، بغيت ناخذ راسي. ياك سيدي؟ اييه. وكون هاني وانا ما تسالني، غير ندبر لك على شي شاري يا سي طيب اللي عطاك شي ثمن اللوكس. انا كنعرفك
انت لوكس وما كتدبر غير الثمن لوكس. اش من ياك عمي قلنا الدار بغينا نتقعد قلنا نتقع حفلات. شوف ما كاين لا قعد الحفلات ولا غيرهم. انا قررت باش غادي نبيع الدار. الكادو اللي غادي ندير لك هو انه داك الكريدي اللي كيتسالك انت والبنت في الدار اللي نتوما ساكنين فيها انا غادي نخلصه. ايوا وزياده على هذا الشيء غادي نشوف لكم شي طوموبيل على قد الحال باش تبداو تنقلوا باش تبداو تجي تزوروني هنا في الباديه. هذا الشيء اللي يمكن ندير. لا, لا لا انا فرحتني الطوموبيل بالقضيه ديال نزورك ان شاء الله مره ان شاء الله كل نهار. مره مرحبا ولكن كل نهار لا. الله يرضى على ولدي. الزم عدودك. يلا سيدي يلا سيدي راه العشاء غادي يبرد. يلا يلا ندير واحد داك الشيء. لا حول ولا قوه الا بالله. انت اللي ضربك ضربك على خشك. بسم الله الرحمن الرحيم. ملي جلستي وانت كتعلف وباقي كتسول على الماكله. يا سيدنا يلا حلو داك كناش ضربوا الحديد ما حدو سخون. سي طيب راه بغى يدخل للقفاز. قفاز والقفص الذهبي من قفاز. يلا سيدنا عطونا البطاقه الوطنيه. يلا كارك ها سيدي بالرفاهي والبنين ان شاء الله الرحمن الرحيم. بالرفاهي البنين اش كتضحك عليا؟ واش غنبدا نولد ولاد الغسول؟ صافي انا البنين فضينا منهم صافي سالينا. فين هي العروسه؟ كاينه ملكه جيبي العروسه. مرحبا عليكم السلام. مرحبا قول لنا لالا واش قابله تزوجي بهذا السيد؟ السكوت علامة الرضا. إذا عطيونا سيدنا البطاقة الوطنية ديال العروس. طيب كاينة ها هي عندي. بقينا عندي هي يا سيدي الله يكمل بخير. اللهم آمين يا الله يكمل بخير. الله يكمل بخير. دابا سيدنا نعطيوها توقع العروسه. اييه بسم الله غيسخر. عرفت بسم الله السي طيب على بركه الله. فاتحة إن شاء الله. فاتحة إن شاء الله. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين. بارك مسعود يا سيدي. بارك مسعود.